الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبتدئ بإذن الله النهاردة Respiration Lecture 3، وكعادتنا هنبتدي بالMultiple Choice Questions على المحاضرة السابقة والمحاضرة رقم 2. فإحنا السؤال الأول regarding the surfactant it's secreted by type 1، غلط، هي secreted by type 2. It is decreased in hypoinsulinism، ده خطأ، هو in hyperinsulinism. The concentration increases during expiration، دي إجابة صحيحة. C. It's a phospholipid sphingomyelin، لا هو phospholipid بس lethism. يبقى الإجابة واحد C for cat. Regarding residual volume، it's the volume of lung after normal expiration، غلط، ده ال functional residual capacity. It increases in obstructive lung diseases، صح، يبقى بيها الصحيح for baby. It can be measured by spirometer، لا هو ما بيخرجش عشان يتقاس بالسبيرومتر، هو بيتقاس بالديلوشن برنسبل باستخدام غاز الهيليوم. Residual volume زائد total lung capacity يساوي vital capacity، غلط طبعا. Residual volume زائد vital capacity يساوي total lung capacity، مش كده. Regarding vital capacity، هل normally 2.5 liters per square meter in adult male، صح. It decreases in recumbent position، صح. It is a static test، طبعا ملهاش دعوة بالتايم، يبقى صح، يبقى الإجابة الصحيحة all of the above D for daddy. السؤال الرابع، the total lung capacity all are correct except the total lung capacity تساوي vital capacity زائد functional residual capacity. قلنا هنحلها ازاي دي، vital capacity رقمه 3، functional residual capacity رقمها 2، 3 زائد 2 يساوي 5، بينما total lung capacity 4. انما B يبقى دي اللي غلط، هو عاوز اللي accept، يبقى ايه هي الغلط؟ B التوتال لان كاباسيتي اللي هو 4 يساوي الانسبيراتوري كاباسيتي اللي هي 2 فوليومز، والفانكشنال ريجيا كاباسيتي اللي هو 2 فوليوم، هل 4 تساوي 2 زائد 2؟ صح. طيب التوتال لان كاباسيتي اللي هو قلنا رقمها 4 التوتال، سي تساوي تايدال فوليوم 1، انسبيراتوري ريزيرف فوليوم 2، انسبيراتوري ريزيرف فوليوم وصلنا 3، ريزيديال فوليوم وصلنا 4، يعني هو كل فوليوم بواحد، يبقى 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 تساوي 4 لو التوتال لان كاباسيتي، يبقى دي صح. It is the volume of air in lungs at the end of maximum inspiration، صح برضه، يبقى الاجابه الخطأ A for alpha، ان التوتال لان كاباسيتي اللي غلط هو الفيتال التوتال لان كاباسيتي هو رقمه 4 لا يساوي الفيتال كاباسيتي اللي هي 3 زائد فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي اللي هي 2 لا يساوي 5. قلنا طريقة حل المسألة دي، ومسألة مشهورة جدا. Force the expiratory volume 1 normally 60% of the forced vital capacity، لا هو normally 80% or more. طيب ال forced expiratory volume 1 to forced vital capacity الratio ما بين ال forced expiratory volume 1 وال forced vital capacity may be increased in restrictive lung diseases، صح، يبقى بي هي الإجابة الصحيحة B for baby. وبعدين forced expiratory volume 1 to the forced vital capacity is more than 80، لا طبعا، هي لا الحقيقة دي يا أولاد برضو يعني تصلح إجابة صحيحة، يبقى هنا أنا آسف في إجابتين ممكن يبقوا صح B و C.
سوري سوري بقيت السؤال in obstructive lung diseases غلط. هو it's more than 80% in obstructive lung disease دي خطأ. وبعدين B none of the above is incorrect طبعا غلط لأن في correct اللي هو B. يبقى الفورسز اكسبيراتوري فوليوم 1 تو ذا فورسز فيتال كاباسيتي از انكريزد مي بي انكريزد ان ريستريكتد لانج ديزيزز دي صح لكن طبعا مور ذان 80 ده نورمال اه بس نوت ان اوبستراكتيف لانج ديزيزز دي غلط يبقى عليه صحيحه هو بي فور بيبي ويبقى الاجابات 1 الاجابه الصحيحه سي فور كات 2 بي فور بيبي 3 دي فور دادي 4 اي فور الفا 5 بي فور بيبي ده يعني كعادتنا بنتكلم الامتحان نتوكل على الله نبتدئ المحاضرة الثالثة I hope ان resolution الحقيقة يعني لطيف جدا كان بالأمس وأتمنى بالنهاردة برضو يكون نفس القصة طيب احنا قلنا عندنا الأول موضوع الأولاني هو الـ dead space وده موضوع نظري مهم جدا لازم تبقى عارفينه كويس قوي dead space ده من الموضوعات الهامه خالص نبقى عارفين فهنتكلم عليه في النقطه الاولانيه الديفينيشن قبل ما نقول ديفينيشن عايزك تبص معايا على الرسمه اللي قصادك من فضلك احنا قلنا يا اولاد ان لما بنقسم ال اللانجز كنا قسمناها الى قسمين قسمناها الى انا بس عاوز اشيل الارقام دي انها تلخبطكم دي خاصه بشيء اخر اللانجز عباره عن كوندكتنج زونز ما فيهاش الفيولاي بتنتهي عند التيرمينال برونكيولز وريسبيراتوري زونز فيها الفيولاي بتبدا عند respiratory bronchioles يبقى تاني دي الرسمه اللي قصادنا اهي ان بقسمنا في اول محاضره اللانجز الى قسمين الconducting zones with no alveoli بتنتهي عند respiratory bronchioles بتنتهي عند terminal bronchioles و pulmonary zones بتبتدي عند الريسبيراتوري برونكيولز اذا الكوندكتنج زونز ما فيهاش الفيولاي اذا الكوندكتنج زون حجم محسوب علينا وهو ما فيهوش تبادل غازات لان ما فيش فيه الفيولاي اذا فهو بالنسبه لنا ديد سبيس يبقى الكوندكتنج زون بالنسبه لينا ديد سبيس لانه هواء بناخده في منطقه ما بيحصلش فيها gas exchange لان ما فيهاش الفيولاي هو ده ولاد الديد سبيس يبقى ما هو اول نقطه ديفينيشن اوف ديد سبيس it is the volume of air اهم كلمه جايه اهي that does not undergo gas exchange the volume that does not the volume that does not undergo gas exchange حجم الهواء الذي لا يتبادل الغازات ده الديد سبيس النقطه الثانيه تايبس اوف ديد سبيس انا بحب قوي النظام يبقى اول حاجه الديفينيشن ده سؤال نظري مهم تايبس حضرتك وحضرتك والعبد الله عندنا كلنا كوندكتنج ديد سبيس عندنا conducting zone اللي هو عبارة عن dead space ده نسميه anatomical dead space وهو يمثل حوالي ثلث الهواء اللي بناخده احنا بناخد في النفس الواحد في ال quiet breathing during rest 500 سنتي حوالي one third يعني 150 يعني او 166 اللي عاوز بالظبط بس 150 رقم مقبول دول tidal volume ده الاناتوميكال ديد سبيس يعني تلت الفوليوم اللي بنتنفسه ما فيهوش تبادل غازات اناتوميكال ديد سبيس طيب في بعض الناس لا اتمنى نكون احنا منهم
عندهم بعض الالفيولاي ملهاش بلاد سبلاي، دول ليهم بلاد سبلاي، دي ملهاش بلاد سبلاي. طب ما الهواء اللي هيجي في الالفيولاس دي مش هيعمل اكتشينج اوف جاس، لان هيعمل مع مين؟ مفيش بلاد سبلاي. اذا ده ديد سبيس، بس نسميه الفيولار ديد سبيس. طيب لو جمعنا الاناتوميكال ديد سبيس مع الالفيولار ديد سبيس نسمي ده فيسيولوجيكال ديد سبيس. يبقى الاصحاء، خد بالك بقى ده سؤال مش كيو مهم، الاصحاء اللي هو حضرتك وحضرتك والعبد الله مفروض يعني اتمنى عندنا فقط اناتوميكال ديد سبيس، انما المرضى مش عاوز عضب بقى، ما تقولش المرضى عندهم الفيولار ديد سبيس، المرضى عندهم اناتوميكال اند الفيولار ديد سبيس. يبقى الاصحاء اناتوميكال بس، المرضى اناتوميكال والفيولار. طيب بطريقه ثانيه سؤال ام اس كيو، يبقى في المرضى الفيسيولوجيكال ديد سبيس يساوي الاناتوميكال بلس الالفيولار ديد سبيس، ده في المرضى. انها في الاصحاء الالفيولار مش موجود، يبقى نورمالي في الشخص طبيعي الفيسيولوجيكال equals الاناتوميكال ديد سبيس. يبقى ده انواع الديد سبيس. تاني يبقى الاصحاء عندهم اناتوميكال، المرضى عندهم فيسيولوجيكال اللي هو الاناتوميكال والفر، عندهم الاثنين اناتوميكال والفر نسميهم الفيسيولوجيكال. طب احنا عندنا الفيسيولوجيكال يساوي الاناتوميكال ليه؟ لان نورمالي كل الالفيولاي عندنا فانكشن، ما عندناش الفر ديد سبيس. يبقى احنا عندنا اناتوميكال وعندنا الفيسيولوجيكال يساوي الاناتوميكال، المرضى عندهم اناتوميكال والفيولار وعندهم الفيسيولوجيكال يساوي اناتوميكال بلس الفيولار. النقطه الثالثه وهي الميجرمنت اوف ديد سبيس، يوجد طريقتان لقياس الديد سبيس. خد بالك بقى دي حاجات لطيفه جدا عاوزين نركز فيها. اول طريقه اسمها سنجل بريث نيتروجين تيست، يعني نفس واحد خلاص، نيتروجين تيست او فاولرز ميثود. بركز معاك كويس قوي، برغم ان الطريقه اسمها سنجل بريث نيتروجين لكن الباج المستخدمه يا اولاد ما فيهاش نيتروجين، فيها بيور اوكسجين. يبقى تاني ما تلخبطش، في السنجل بريث نيتروجين تيست التجربه اسمها نيتروجين تيست بس الباج اللي هتنفس فيها فيها بيور اوكشن، اوكشن بس. فهناخد الاول نفس، then we inspire، نفكر. فهناخد 500 سنتي اوكشن، هيتوزعوا ازاي؟ تعال نفكر. اول 350 هيدخلوا الالفيولاي، الالفيولاي دي مش فاضية يا اولاد، الالفيولاي دي بيبقى فيها ريزيديال فوليوم اللي هو تقريبا 80% منه نيتروجين. اخر 150 سنتي اللي هم قعدوا في الديد سبيس هيبقوا بيور اوكسجين. يبقى فهمنا التوزيعه تاني، احنا بناخد في النفس 500 سنتي، اول 350 دخلوا الالفيولاي اللي هي فيها ريزيديال فوليوم مش فاضيه، 80% منه نيتروجين، يبقى اتخلط الاوكسجين مع النيتروجين. انما اخر 150 هيقعدوا في الالفيولاي، هيقعدوا في الديد سبيس، هيقعدوا زي ما هم بيور اوكسجين. طيب يبقى اول جزء في التجربه وي انسباير نفس واحد بيور اوكسجين. طب الجزء الثاني وي اكسباير رابيدلي، فين بقى؟ مش في اي حاجه، في نيتروجين ميتر، يعني جهاز يقدر يقول الهواء ده فيه نيتروجين ولا ما فيهوش نيتروجين وكميه النيتروجين اللي فيه. يبقى التجربه خطوتين، باخد نفس بيور اوكسجين، بطلع النفس في جهاز بيقيس النيتروجين. تعال بقى نفكر، يبقى اول جزء من الهواء هيطلع جاي منين؟ من الديد سبيس، ده عباره عن ايه؟ بيور اوكسجين، نسبه النيتروجين فيه صفر اهو، هو الجزء ده ما فيهوش نيتروجين خالص. طيب اخر جزء طالع من الالفيولاي،
اللي هو فيه الاوكشن مختلط بنسبه محدده من النيتروجين اللي هي قلنا 80% اهو، نسبه النيتروجين ثابته اللي هي 80%، ده فيز 3. يبقى فيز 1 اول كميه هواء جايه من الديد سبيس اللي فيه بيور اوكشن فما فيهاش نيتروجين خالص، يبقى النيتروجين صفر، ده فيز 1. اخر كميه جايه من الالفيولاي اللي هو نسبه النيتروجين فيه ثابته ومقدارها 80%. طيب الحتة دي صعبة شوية يا ولاد، والمستمع ان يتخيل ان انا ما عنديش بوابة بتفصل هنا الديد سبيس على الالفيولاي، يعني all the time في خلط ما بين الاوكسجين اللي في الديد سبيس والنيتروجين اللي في الالفيولاي. فعشان كده المنطقة دي اللي هو فيس 2 بقى بيبقى خليط من الاوكسجين والنيتروجين، لا نسبة النيتروجين فيها ثابتة 80% زي الالفيولاي في فيز 3، ولا خالية تماما من النيتروجين زي فيز 1 اللي هو بيور اوكسجين. وكل ما بنطلع النفس نسبة النيتروجين بتتزايد تتزايد تتزايد من صفر في فيز 1 حيث كان بيور اوكسجين جاي من ديد سبيس الى 80% في فيز 3. طب الفيز دي بقى يعني عدلا لا يصح ان احنا نحسبها تبع الالفيولاي، ولا صح نحسبها ضد ديد سبيس، لان دي منطقه بتمثل خليط ما بينها. يبقى العدل نقسمها بالنص، النص الاولاني نحطه تبع ديد سبيس والنص الثاني نحطه تبع الالفيولاي. يبقى فين حجم الديد سبيس اهو بقى يا اولاد؟ 100% الفيز الاولاني اللي هو كل الهواء طالع من اول الديد سبيس ده حجمه الديد سبيس، ونص فيز 2 ده اول طريقه ازاي بنعين الديد سبيس بالسنجل بريث نيتروجين تيست. هقولها تاني في عجاله وركز معايا انت بقى قول معايا. يبقى التجربه جزئين، وانسباير ذن اكسباير، كل واحده فيها شرط. وانسباير من باك كونتينينج بيور اوكسجين، هيتوزع ازاي الهواء ده؟ اول 350 يدخلوا الالفيولاي اللي فيها ريزيديوال فوليوم اللي فيها 80% نيتروجين كميه ثابته. اخر كميه اللي هو ال 150 اللي بعدهم هيدخلوا في الديد سبيس حيث لا تبادل غازات فيقعدوا از از بيور اوكسجين. ده اول جزء. بعد كده ويكسباير رابيدلي النيتروجين ميتر. طب فكر ايه اللي هيحصل؟ اول هواء هيطلع من ديد سبيس ده بيور اوكسجين، نسبه النيتروجين فيه صفر، ده فيز 1. اخر كميه هتطلع من الالفيولاي اللي هي كميه النيتروجين فيه ثابته 80% من الخلطه اللي جوه اهو، ده فيز 3. طب في النص في حته مشتركه بين الديد سبيس والالفيولاي فيها لا النيتروجين صفر زي الديد سبيس اللي دلوقتي مليان بيور اوكسجين، ولا 80% زي الهواء بتاع الريزيديوال اير، انما بيتزايد من صفر الى 80%. هي خليط ما بين الاثنين، هي منطقه مشتركه بين الاثنين. يبقى العدل نقسمها حتتين، حته تبع الديد سبيس وحته تبع الالفيولاي. يبقى الديد سبيس حجمه هو حجم فيز 1 زائد نص فيز 2. دي اسمها سنجل بريث نيتروجين تيست. ولا تنسى اهم نقطة ان الباج ما فيهاش نيتروجين انما فيها بيور اوكسجين، او يسموها فاولر ميثود. طيب في طريقة تانية اسمها سي او 2 ميثود او بورس اكويجن. دي فكرة سهلة جدا وجميلة خالص. دلوقتي احنا التايدال فوليوم يا اولاد، تايدال فوليوم اللي هو الهواء اللي انا بطلعه ال 500 سنتي دول، ما هماش عمر ما كان التايدال فوليوم اللي هو الاكسبايرد اير ده الف ولا ايه، لا التايدال فوليوم ده خليط من الديد سبيس والالفيولاي. ديد سبيس الالفيولاي تايدال فوليوم اللي هو 500 سنتي ده خلطه ما بين 150 سنتي جايين من الديد سبيس و 350 جايين من الالفيولاي.
طيب في الديد سبيس ده فيه ميزه مهمه جدا، انه ديد سبيس مفيش جاس اكتشينج، يعني لا بيتاخد منه اوكسجين ولا يتحط عليه كربون دايكسايد. نورمالي الهواء اللي بناخده بالجو ده نسبه سي او 2 لا تسكر، فالديد سبيس بيبقى فيه نسبه لا تسكر، اعتبرها زيرو من الكربون دايكسايد. خلاص ده اللي في الديد سبيس، نسبه سي او 2 زيرو، بينما نسبه السي او 2 في الالفيولاي حيث في تبادل غازات بتبقى 6%. لما اجي احط الديد سبيس اللي هو ما فيهوش سي او 2 زيرو على 150 سنتي من الديد سبيس ما فيهاش سي او 2، نسبه سي او 2 زيرو، احطها على 350 طالعين من الالفيولاي اللي هي النسبه فيها 6%، يبقى تتوقع يحصل ايه؟ عندك هواء فيه 6% حطيت عليه هواء ما فيهوش سي او 2 خالص، يبقى النسبه تنخفض ولا ترتفع؟ اللي طالع من الالفيولاي فيه 6% حطيت عليه ديد سبيس ما فيهوش سي او 2 خالص، يبقى النسبه تنخفض عن 6%. طب تنخفض بنسبه ايه؟ بنسبه التايدال فوليوم الى بنسبه الديد سبيس الى التايدال فوليوم، يعني كم في المئه يشكل الديد سبيس من التايدال فوليوم. فلقينا حاجه لطيفه جدا ومش هتوهك في حسابات. تاني افهم القصه ان التايدال فوليوم ده ال 500 سنتي بتوع الفوليوم اكسباير ده 500 سنتي ده مش جاي من الالفيولاي بس، ده الفيولاي وديد سبيس. الالفيولاي نسبه سي او 2 فيها 6%، الديد سبيس ديد سبيس ما فيهوش اي جاس تشينج، ونسبه سي او 2 فيه زي الهواء، الهواء نورمالي ما فيهوش سي او 2 يسكر، اذا عاوز تعرف بالظبط بس يعني 4 من 100%، 4 من 100% يعني اعتبرها زيرو. يبقى هو ده التايدال فوليوم، التايدال فوليوم 500 سنتي دول اللي طالعين 350 جايين من الالفيولاي فيهم 6% سي او 2، والتايدال فوليوم اتحط عليه ما فيهوش سي او 2 فخفضوا نسبه سي او 2، خفضوها من 6 الى 4%. خلاص يبقى احنا عرفنا كم في المية يشكل الديد سبيس من التايدال فوليوم. الديد سبيس خفض السي او 2 في الالفيولاي لما حطيته هو ما فيهوش سي او 2 حطيته على الهواء بتاع الالفيولاي اللي فيها 6% فخفضها الى 4%. يبقى خفضها كام؟ 2. يبقى بنسبة كام من الخليط؟ 2 من 6 تبقى بنسبة الثلث، يبقى 100% التايدال الديد سبيس ده يمثل تلت حجم التايدال فوليوم. وعشان اسهلها لك اكتر، حضرتك معاك 6 جنيه، خرجت قعدت تصرف 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 ورجعت في اخر يوم لقيت معاك 4 بس، كان معاك 6 لقيت معاك 4، يبقى انت فقدت قد ايه من ثروتك؟ فقدت 2 من 6، يبقى فقدت التلت. طب ما نفس الفكره، السي او 2 في الالفيولاي 6%، لما بحط عليه الديد سبيس اللي ما فيهوش جاس اكتشينج اللي الهواء اللي فيه زي الهواء الجوي انسبايرد اير نسبه سي او 2 0، الخلطه اللي هو الاكسبايرد اير بيطلع فيها السي او 2 4%، يبقى الديد سبيس خفض السي او 2 بنسبه قد ايه؟ كان 6 لما حطيت عليه الديد سبيس ب4، يبقى خفضهم بنسبه الثلث. يبقى اذا هو يمثل ثلث التايدال فوليوم، تولت ال 500، يعني بالظبط بالظبط لو لعبت على الكالكوليتر تبقى 166 سنتي بوينت 666666 زي ما انت عاوز. حتى بقول الكالكوليتر عشان ما تنساش الرقم، تولت ال 500 واحد وكل اللي جنبيه ستات عشان ما تنساش، 166.666 تقريبا بنقول 150. يعني لو جالك في الام اس كيو هل التايدال فوليوم هو تلت التايدال فوليوم؟ صح. 166 صح، 150 صح. الراجل البورز ده عملها معادله تافهه جدا. السي او 2 في الالفيولاي 6%، بعد ما احط عليه الديد سبيس اللي ما فيهوش سي او 2 بتنخفض النسبه من 6 ل 4، بدل ما كانوا 6 بقى 4، يعني انخفضت بنسبه
الاثنين يمثلوا قد ايه من السته بنسبه الثولز، يبقى 100% التايدال فوليوم عشان يخفض السي او 2 في الالفيولاي من 6 الى 4 لازم يمثل ثلث الخليط. جبناها ازاي بقى دي؟ ان هو بيمثل ثلث الخليط اللي هو التايدال فوليوم، يبقى المعادله سهله جدا. يبقى هو بيمثل ثلث التايدال فوليوم. طب الثلث دي جابوها ازاي؟ 6 ناقص 4 ده الخفض 2 على 6. حيث بص بقى معايا المعادله سهله جدا. يبقى 6 هو السي او 2 في الالفيولاي ناقص السي او 2 في الاكسبايرد، السي او 2 في الالفيولاي 6، السي او 2 في الاكسبايرد 4 على السي او 2 في الالفيولاي اللي هي 6%. يبقى 6 ناقص 4 على 6 يبقى 2 على 6 يبقى ثلث، ثلث مين؟ التايدال فوليوم اللي هو 500. طب بس في نقطه هنا صغيره، بدل ما اجيب نسبه السي او 2 في الالفيولاي ودي صعبه شويه، فبنستعيد عنها بنحسب، ناخد عين الدم ونحسب نسبه السي او 2 في الارتيريال بلاد، لان السي او 2 في الارتيريال بلاد هو نفسه السي او 2 في الالفيولاي. عارف ليه؟ ده دي لوحدها سؤال يا اولاد شافه ومهم جدا. الهواء في الارتيريال بلاد بيبقى ان ايكوليبريم مع الهواء في الالفيولاي. الهواء اللي في الالفيولاي، اسمعني جمله حلوه قوي، هو الذي يصنع الارتيريال بلاد. يعني مين لما الدم بيجي للالفيولاي، الالفيولاي بيخلي الدم ارتيريال بلاد، بيحصل ايكوليبريم ما بينهم بالنسبه للاكسجين والكربون دايكسايد. وقلت لكم قبل كده كلمه ايكوليبريم جايه من كلمه ايكوال، يعني بيصبح نسبه الكربون دايكسايد والاكسجين في الارتيريال بلاد بالظبط زي الالفيولاي. فبدل ما انت تصعب على روحك هتجيب ازاي عينه من الالفيولاي، خلاص هتجيبها ازاي عينه من انت لو طلعت نفس، النفس ده عباره عن خليط من الالفيولاي وتايدال فوليوم، عشان تجيب نسبه سي او 2 في الالفيولاي بالظبط خد عينه من الارتيريال بلاد. عشان كده هتلاقي المعادله هنا الديد سبيس بيساوي ايه يا اولاد؟ التايدال فوليوم اللي هو 500 في ثلث، ثلث اللي جابوها ازاي؟ 6 ناقص 4 على 6، حيث 6 سي او 2 في الالفيولاي اللي هو الارتيريال ناقص 4 اللي هو السي او 2 في الاكسباير على 6 اللي هو السي او 2 في الالفيولاي اللي هي الارتيريال. يبقى هذه الطريقه سهله جدا يا اولاد، واسمها بورز اكويجن او سي او 2 ميثود، بتعتمد على حاجه ثانيه سهله جدا نقولها ثاني مع بعض. خد بالك ان التايدال فوليوم ال 500 سنتي اللي بنطلعهم في النفس العادي دول مش جايين من الالفيولاي، دول جزء من الالفيولاي وجزء من الديد سبيس. ادي اول معلومه. طب الالفيولاي نسبه السي او 2 فيها 6%، وعرفنا نجيبها ازاي؟ هنعرف السي او 2 في الارتيريال، لان الالفيولاي ان ايكوليبريم يعني ايكوال ارتيريال، وافتكرها الايه مع الايه؟ الالفيولاي زي الارتيريال بالظبط. طيب نسبه سي او 2 في الالفيولاي 6%، لما حطيت عليهم ديد سبيس مكان ما فيهوش اي تشينج اوف جاسز ما بيتحطش عليه سي او 2 خفض النسبه من 6 لما جبنا السي او 2 في الاكسباير الى 4، يعني الديد سبيس خفض السي او 2 من 6 الى 4، يبقى خفضوا بنسبه الثلث. يبقى 100% التايدال فوليوم ده بيمثل ثلث الخلطه اللي هو ثلث التايدال فوليوم. يبقى البورز اكويجن معادله سهله جدا، تايدال فوليوم في ثلث هو تلت التايدال فوليوم. طب تلت دي جابوها ازاي؟ 6 ناقص 4 على 6، حيث 6 السي او 2 في الالفيولاي، 4 السي او 2 في الاكسبايرد اير على 6 السي او 2 في الالفيولاي. احنا بدل الالفيولاي هنجيب عينه ازاي من الالفيولاي؟ صعبه جدا، لان الهواء اللي بيطلع لك ده مش طالع من الالفيولاي، ده الالفيولاي ديد سبيس. جيبها عينه من الارتيريال بلاد، الارتيريال بلاد زي الالفيولاي بالظبط، لان من صنع الارتيريال بلاد هو الالفيولاي. دي اسمها بورز ايكويشن. انا عارف انكم ما بتحبوش المعادلات، لكن هما طريقتين سهلين. وبقول لكم حاجه جميله، ان طرق قياس الديد سبيس، افتح دماغك معايا، اسماء الغازات الرئيسيه في الهواء، يعني في نيتروجين ميثود والسي او 2 ميثود، حتى حاجه جميله. تصور النيتروجين ميثود برغم ان اسمها نيتروجين ميثود الا ان الباج بتحتوي بيور اوكسجين. احنا عندنا الثلاث حاجات الاساسيه في الهواء ايه؟
اوكسجين وكربون دايوكسيد ونيتروجين، هم دول في طرق قياس الديد سبيس عشان طريقه حلوه ما تنساهاش. يبقى نيتروجين ميثود وكربون دايوكسيد ميثود، نيتروجين ميثود وكربون دايوكسيد ميثود. وحتى النيتروجين ميثود الباج لا تحتوي على نيتروجين، انما تحتوي على بيور اوكسجين. الاولانيه اسمها فاولر ميثود، والثانيه اسمها بورز ميثود او ايكويشن، والثانيه اسهل. العمر ما كان الاكسبايرد اير ما هو الفيولاي بس اللي هو التايدل فوليوم. ما هو ايه تعريف التايدل فوليوم ده؟ فوليوم اكسباير، انسباير اور اكسباير. فالاكسبايرد عباره عن الفيولاي مع ديد سبيس، الفيولاي فيها 6% ديد سبيس ما فيهوش. طب نسبه ده لده قد ايه؟ ده فيها 6% بعد ما خلطتهم بقى فيه 4. يبقى الديد سبيس اللي ما فيهوش سي او 2 خلط بعد بقى خفض نسبه السي او 2 في الالفيولاي من 6 ل 4 لنسبه الثلث، يبقى هو يمثل ثلث الخلطه، ثلث التايدال فوليوم. طب اعملها معادله، التايدال فوليوم في ثلث ده جبتها ازاي؟ انخفض من 6 الى 4، يبقى 6 ناقص 4 على 6، حيث 6 الالفيولاي 4 الاكسباير 6 الالفيولاي. انت مش عارف تجيب الالفيولاي لانها صعبه فبتجيب بدلها الارتيريال. اتمنى تبقى وضحت. طيب نكمل. علمتكم حاجه جميله يا اولاد، بعد اي ميجرمنت في الدنيا لازم تقول لي النورمال ستاندرد. يعني ادام قلت ميجرمنت يبقى الايتم اللي بعد نورمال ستاندرد ده الايتم الرابع عشان ما تتوهش. يبقى اتكلمنا على الديفينيشن، اتكلمنا على التايبس، اتكلمنا على الميجرمنت، النقطه الرابعه النورمال ستاندرد. قلنا كل اللي هقوله مقبول، هو في الاساس ثلث التايدال فوليوم. يبقى لو قال لي ان الديد سبيس 1/3 التايدال فوليوم صح. طبعا 30% هي تقريبا 1/3 يبقى صح. طب ثلث ال 500 بقى كام؟ الصح خالص يبقى 166.666. حتى قلت لكم واحد جربها على الكالكوليتر، وكل اللي واقفين جنبيه ستات عشان ما تنساهاش. 166 بوينت. لو قال لك 150 ملي لتر صح، يبقى اي حاجه في الاربعه دي حسب الجامعه اللي انت فيها تبقى صح. لو قال لك الديد سبيس اصح واحده 1/3 التايدال فوليوم اللي هي 30% اللي هي 166 اللي هي 150 تقريبا، كل ده صح. نيجي النقطه الخامسه والاخيره، السيجنيفيكانس اوف ديد سبيس، يعني اهميه الديد سبيس. يعني انا عايز اقول لك حاجه لطيفه قوي، كل شيء عند الله مصاع. ما كانش ممكن ربنا يبتدي الالفيولاي من اول النوز؟ طبعا ممكن في الالفيولاي من اول هنا. طب ليه ربنا بيمشي الهواء في ممر طويل قبل ما يدخل على الديليكت الفيولاي؟ تعال نقول الفيسيولوجيكال امبورتنس والكلينيكال امبورتنس. نبتدي بالفيسيولوجيكال امبورتنس. فيسيولوجيكال امبورتنس هي كالاتي: وجود الديد سبيس هو ده اللي خلى فيه ديفرنس ما بين الالفيولار اير والاكسبايرد اير في الكومبوزيشن، وده اللي اعتمدنا عليه في سي او 2 ميثود. ان عمر ما كان الاكسبايرد اير الفيولار اير، لان الاكسبايرد اير ده مش جاي من الالفيولاي بس، ده خليط من الهواء اللي في الالفيولاي والهواء اللي في الديد سبيس. وقلنا الديد سبيس لم يحدث فيها تبادل غازات، لا اتاخد منها اوكسجين فالاوكسجين عالي، ولا اتحط عليها سي او 2 فالسي او 2 قليل. حتى شفنا الفرق ان كان السي او 2 في الالفيولاي كام؟ فاكرين يا اولاد؟ ارقام مهمه جدا، 6%. بعد اضافه الديد سبيس خفض السي او 2 في الاكسبايرد الى 4%. يبقى اول اهميه فيسيولوجيه ان وجود الديد سبيس خلى تركيب الالفيولار اير، نسب الاكشن والكربون دايوكسيد في الالفيولار اير مختلفه عن الاكسبايرد اير. ليه؟ لان الاكسبايرد عباره عن الفيولار ده ديد سبيس، الديد سبيس ما اتاخدش منه اكشن، ما زال الاكشن عالي، ما اضافش عليه سي او 2، ما زال السي او 2 واطي. فلما تحطهم على الالفيولار اير يبقى الخلطه اغنى في الاكشن وافقر في سي او 2، واحنا قلناها كانت هنا في 4% بس، انما هنا في 6. ادي اول حاجه. طيب تاني فيسيولوجيكال امبورتنس، قلناها قبل كده ولا هو ليه ربنا بيمشي الهواء في ممر طويل
قبل ما ندخله للديليجيت الفيولاي نقولها في عجاله، قلناها في اول محاضره. اول حاجه قلنا ان تو هيوميديفاي هيوميديفيكيشن انسبايرد اير، لما قلنا قصه الكويت درجه حراره عاليه جدا بتوصل فوق ال 50، ما اقدرش اجيب دواء درجه حرارته هواء درجه حرارته فوق 50 وادخله على الديليجيت الفيولاي، فبعمل له ترطيب هيوميديفيكيشن. قلنا في كندا درجه الحراره بتبقى ناقص 20 او ناقص 30، ما اقدرش اجيب هواء درجه حرارته ناقص 30 او ناقص 20 وادخله على الديليجيت الفيولاي يحصل لها فريزنج للدم، يبقى اعمل له وورمنج. وفي كل الدنيا بما فيها مصرنا العزيزه في تلوث، قلنا في القاهره في اتن نمره واحد، في الاتينا في التلوث، بعديها القاهره في البوليوشن، لازم نعمل فلتريشن. يبقى تاني اهميه فيسيولوجيه بروتكتيف فانكشن، ان الهواء لما بيمر في الديد سبيس بيحصل له ترطيب وتدفئه وتنقيه. طب التنقيه هي الاهم فنهتم بيها. البارتكلز هناخد البارتكلز اللي موجوده في الهواء هنتخلص منها ازاي. الاول انا عاوز اديك البرنسبل، كل ما كانت الحاجه كبيره يبقى مسكها اسرع. يعني لما اقول لك امسك حاجه كبيره اسهل انك تمسك حاجه صغيره، وكذا في الريسبيراتوري سيستم. البارتكلز الجزيئات اللي اكبر من 10 مايكرونز ده كبيره قوي، دي بتتمسك على طول في النوز بالشعر اللي في النوز الهير والمخاط الميوكس. طب الاثنين اللي 6 مايكرونز لا ما بتلحقهاش في النوز، تلحقها في الابر اير واي. طيب او في اللور اير واي، في الابر اير واي بتتمسك بالميوكوزا. طب ولو نزلت شويه في اللور اير واي، فاكر الاسكليتور السيليا اللي هي بتشتغل زي السلم الكهربائي. بعد ما مسكت الحاجات دي في النوز او في الابر او لور ريسبيرتوري سيستم اير واي، تتخلص منها بطريقتين. مسكتها تطردها يا بالسنيزنج العطس يا بالكافينج الكحه. سنيزنج او كافينج. طب لو حاجه من نص ل 2 مايكرون يعني صغيره قوي، لا دي ما تمسكهاش غير في الالفيولاي. بمين؟ بالفاجوسيتك سيلز بتاعت الالفيولاي تلتهمها، اللي هي سموها داست سيلز. طب لو حاجه اقل من نص مايكرون ما عمرك ما تعرف تمسكها، حتى بقولها بطريقه كده يعني بتقعد داخله خارجه داخله خارجه في الاير، انت اتفرج عليها بس عمال تشوفها بس داخل، انت مش شايف طبعا اقل من نص مايكرون مش هتشوفها، بس بقول ما تمسكهاش خالص. يبقى لو حاجه اكبر من 10 تمسكها في النوز، حاجه من 2 ل 6 بتمسكها في الابر ريسبيراتوري او اللور ريسبيراتوري سيستم، حاجه تحت كده من نص ل 2 تمسكها في الالفيولاي، تحت نص ما تمسكهاش خالص تقعد خارجه داخله تتفرج عليها بس. اللي هتمسكه في النوز والابر واللور ريسبيراتوري سيستم هتشم هتطلعه بالسنيزنج او كوفينج اللي هو كحه. تمام؟ اللي دخل الفيلاي بالفاجوسيتك سيلز اللي اسمها داست سيلز، التانيين اقل من نص وتتفرج عليهم. يبقى اول اهميه فيسيولوجيه ان وجود الديد سبيس خلى تركيب الاكسباير مختلف عن تركيب الالفر، لانه اتحط عليه الديد سبيس اللي ما فيهوش سي او 2، فنسبه سي او 2 هنا اقل 4 هنا 6، وما اتاخدش منه اوكشن فنسبه الاوكشن اعلى في الاكسباير منه في الالفيلاي. تاني امبورتنس البروتكتيف فانكشن. ثالث اهميه بقى يا اولاد عشان احنا دكاتره، اللي هي الاهميه الكلينيكيه، ان وجود الديد سبيس عمل ديفرنس ما بين الالفولار فنتيليشن والبالمونري فنتيليشن. دلوقتي انا عاوز اشرح لكم يعني ايه بالمونري فنتيليشن ويعني ايه الفولار فنتيليشن. بالمونري فنتيليشن يعني حجم الهواء اللي بتاخده، افتح ودنك، في الدقيقه. طب ده احسبه ازاي؟ اللي باخده في النفس الواحد اللي هو التايدال فوليوم 500 سنتي نص لتر، في عدد مرات التنفس في الدقيقة اللي هو قلنا تقريبا من 10 ل 12 خليها 12. يبقى لو عاوز احسب البالمونري فنتيليشن انا باخد في الدقيقة قد ايه؟ بضرب حاجتين في بعض. اللي باخده في النفس نص لتر في عدد مرات الانفاس في الدقيقة اللي هم 12، نص في 12 يبقى 6 لتر. ده مين ده يا ولاد؟ ده البالمونري فنتيليشن، وهي مكتوبة قصادنا.
في الشخص الطبيعي في الايوبنيا يعني في النفس الطبيعي الريسبيراتوري ريت 12 نفس 12 مره في الدقيقه، في المره بناخد نص لتر 500 سنتي، يبقى البالمونري فنتيليشن نص في 12 يبقى 6 لتر. امال ايه الالفر فنتيليشن؟ احنا قلنا انا ما بستفادش بالنص لتر، مش كل الناس النص لتر بيعمل تبادل غازات، انا اللي بيعمل تبادل غازات هو اللي دخل الفيولاي بس، يبقى هو التايدال فوليوم مطروح منه، مطروح منه الديد سبيس اهو، وده الاهم. الالفر فنتيليشن هو حجم الهواء اللي بتبادل معاه، مش كل التايدال فوليوم بتبادل معاه، مش كل 500 فيهم 150 محسوبين عليا غلط، ديد سبيس حجم ميت في كوندكتنج زون، يبقى اضرب الريسبيراتوري ريت مش بقى في التايدال فوليوم، في التايدال فوليوم ناقص الديد سبيس. طب تعالى في الايوبنيا النفس الطبيعي، فاحنا الشخص بياخد 12 نفس تمام حلو خالص، في كام بقى ما بيستفادش من 500؟ 500 ناقص 150 تبقى 300، خليها 150 عشان حسابي يبقى اسهل، يبقى 500 ناقص 150 يبقى اللي بيدخل الفيلاي 350، 12 مره في الدقيقه تضرب 350 في 12 هيطلع 4200 سنتي او تقريبا 4.2 لتر. يبقى خدت بالك بقى الالفا فنتليشن اقل من البالمونري فنتليشن، انت فاهم ليه؟ لان مش كل النفس التايدال فوليوم اللي بتاخده بيدخل في الالفيولار، في الديد سبيس ما بيدخلش. تعال بقى في الامراض التي تؤدي في الطب الشالو رابيد بريدنج او الادويه، في عندنا امراض في الطب وفي ادويه تعمل شالو رابيد بريدنج، نفس ضح وسريع، فسريع ففرض ان الشخص هيتنفس 30 مره يا سيدي مش 12 بس رابد، لكن بياخد بدل 500 سنتي 200. تعال احسب البالمونري فنتيليشن في الحاله دي، اللي بياخد 200 سنتي في النفس 30 مره، يبقى الكميه اللي بياخدها في الدقيقه اللي هو البالمونري فنتيليشن الفوليوم بير مينيت 30 في 200 تطلع 6000 يعني 6 لتر. حلو خالص، يبقى زي الطبيعي زي اليوبنا اهو. اه بس شوف المصيبه بقى، طب تعال نشوف اللي بيدخل الفيلاي، من ال 200 دول في 150 محجوزين في الديد سبيس، يبقى اللي باقي بس اللي يدخل الفيلاي، بقيه ال 200 اللي هم كام؟ اللي هم في هذه الحاله هيبقى 50، ما هو 200 ناقص 150 هيبقى 50 في 30 مره، 50 في 30 تبقى تطلع 1500 تبقى لتر ونص. يا نهار ابيض، يعني بينما البالمونري فنتيليشن هو 6 لتر، في حاله الشالو رابيد بريدنج اللي بيدخل الفيلاي مش 4.2 لتر 1.5 لتر، يعني تقريبا ثلث الطبيعي، يبقى الشخص ده هيجي له مصيبه، نقص في الاوكسجين هايبوكسيا، وهيتجمع السي او 2 هايبركابنيا، ودي حاجه خطيره جدا. عشان كده بنعلمكم يا اولاد اخطر حاجه هي المرض في حالة النفس أو العقار اللي يخلي النفس شالو رابيد. تعالى اون ذا كونتري لو كان النفس ديب وسلو، خلاص ديب وسلو يعني عميق وسلو زي في الاثليتكس في الايرلي اكسرسايز، في بداية الاكسرسايز الاثليتيك بيبقى النفس ديب وسلو. تعال نشوف بقى ايه اللي في الاثليتكس. طيب ديب يعني بدل ما بياخد 500 بياخد ديب 1000، وسلو بدل ما بيتنفس 12 بياخد 6، يبقى اما تحسب البالمونري فنتيليشن بياخد 6 مرات نفس في المره 1000 يبقى بياخد 6000 يبقى برضه 6 لتر. طب بس تعالى بقى شوف اللي بيدخل الفيلاي، من ال 1000 الديب دول هيدخل الفيلاي قد ايه؟ اخصم منهم 150، يبقى 1000 ناقص 150 يبقى 850، هيدخلوا اضربهم في 6 تلاقي ان اللي دخل 5100 سنتي يعني 5.1 لتر، يعني ايفن احسن من الشخص النورمال. النورمال اللي بيدخل عنده الالفيلاي 4.2 اللي هو المهم. الكلام ده بيحدث فين؟ في الاثليتس،
في اللايت اكسرسايز، في الاثليتكس، في اللايت، حتى ناقصه كلمه اكسرسايز. ده الاهميه الاكلينيكيه للديد سبيس. وده يا اولاد واحد من اهم الاسئله عندنا في الريسبريشن، الديد سبيس. تعال بقى نجمعه في عجاله تاني نشوف الخمس نقاط بتوع الديد سبيس. انا عارف ان تقدروا تراجعوه، بس يعني في عجاله نقوله برضو الديد سبيس، الكلمات المتعلقه بيه. يبقى اول حاجه الديفينيشن، قلنا حضرتك ال 500 سنتي 350 بيدخلوا الالفيولاي، والكوندكتنج زون بيبقى فيها 150، ما فهمش اي استفاده. يبقى ما هو الديفينيشن؟ ذا فوليوم اوف اير، هنفرق الكلمه المهمه، ذات داز نوت، ذا فوليوم ذات داز نوت، ذا فوليوم ذات داز نوت اندرجو جاس تشينج. النقطه الثانيه التايبس، الاصحاء عندهم كلنا والمرضى عندنا كوندكتنج زونز، عندنا اناتوميكا. يبقى الاصحاء والمرضى عندهم اناتوميكا، المرضى از ويل بالاضافه الاناتوميكا عندهم بعض الالفيولاي نون فانكشن تبقى الفار. ده النوع الثاني. طب ما هو الفيسيولوجيكال ديد سبيس؟ اناتوميكال زائد الفار. طب في الاصحاء احنا كل الالفيولاي فانكشنينج، يبقى الالفيولار ديد سبيس صفر، الالفيولاي كلها شغاله مفيش الفيولاي ديد سبيس. يبقى في الاصحاء الفيسيولوجيكال يساوي الاناتوميكا. النقطه الثالثه الميجرمنت، قلت لك عشان تفتكر الطرق، اسم غازين موجودين في الجو، حتى عاملها لك باللون الاحمر اهي، اللي هو نيتروجين ميثود والكربون دايكسايد ميثود، اهي اديني موضحها لك. وبرغم ان الطريقه اسمها نيتروجين ميثود، لكن الغاز المستخدم في الباج بيور اوكشن، يبقى كان الثلاث غازات موجودين في الطرق، نيتروجين ميثود وسي او 2 ميثود. النيتروجين ميثود بنسميها فاولر ميثود، والسي او 2 ميثود بنسميها مش ميثود، بورز ايكويشن احسن. طيب نيجي بعد كده النقطه الرابعه النورمال ستاندرد، قلنا حسب الجامعه اللي انت فيها، لو قال لك ثلث التايدال فوليوم صح، 30% من التايدال فوليوم صح، طب ثلث ال 500 ابو كام؟ الصح قوي قوي 166.6 او 6 دايره على رايهم مثلا 0.666 او لسهوله الحساب 150. النقطه الخامسه والاخيره يا اولاد السيجنيفيكانس اوف ديد سبيس، في اهميات فيسيولوجيه اللي هي ان وجود الديد سبيس هو اللي خلى تركيب الالفار مختلف عن الاكسبايرد، لان الاكسبايرد اير عباره عن الفار مضاف الى ديد سبيس اللي هو اغنى في الاكسجين وافقر في CO2. تاني نقطه فيسيولوجيه بروتكتيف فانكشن، انه الديد سبيس بيعمل عمليه ترطيب وتدفئه وتنقيه، واتكلمنا على الحته دي ساعات بعض الناس اللي مالهاش قيمه يقعدوا يسالوا. الفكره سهله جدا، كل ما البارتكلز اكبر تتمسك اسهل، اكتر من 10 في النوز، 2 ل 6 في الابر واللور ريسبيراتوري سيستم او اير ويز، اقل من نص ل 2 تتمسك تحت خالص في الالفيولاي بالدست سيلز، اقل من نص ما تمسكش خالص. ثم الاهميه الاكلينيكيه دي اللي تهمك جدا، ان وجود الديد سبيس عمل لي حاجه جديده اسمها الفار فنتليشن، يعني في هواء بناخده وفي هواء يدخل الالفيولاي، اللي ناخده اسمه بالمونري فنتليشن، اللي بتاخده رئه بالمونري اللي هو تضرب كده، اللي بتاخده في عدم مرض تنفس اللي هو التايدال فوليوم فيل ريسبيراتوريت اللون الاسود، لكن مش ده المهم، المهم اللي بيدخل الالفيولاي هو ده اللي انت بتنتفع بيه. يبقى لازم تشيل من التايدال فوليوم الديد سبيس. تلاقي في الثلاث امثله اللي خدناهم البالمونري فنتليشن اللي هو ملوش قيمه 6 لتر فيهم كلهم، بينما في الالفا فنتليشن في الشالو رابيد بريدنج قل جدا، وفي الديب سلو زاد. ده حاجه وحشه وده حاجه حلوه، حتى اقولها لك بطريقه سهله جدا ولو من غير حسابات. ايه عيب الشالو رابيد بريدنج؟ لو انا اخد نفس شالو رابيد يعني سريع وفي نفس الوقت ضح، اهي هوريها لك. النورمال بريدنج بيدخل الفيلاي هنا الالفيلاي، لكن لما اعمل شالو رابيد بيبقى التهويه كلها على مستوى الديد سبيس، مفيش حاجه بتدخل الالفيلاي، فبيحصل سيفير هايبوكسيا نقص في الاكسجين زياده في CO2 من غير حساب. الشالو
شادو رابيد انت عمال تهوي ال ديد سبيس، بينما التنفس الطبيعي بيدخل الالفيلاي. طبعا احسن منه بقى في الاثليتكس الديب سلو. يبقى الديب سلو ده في الاثليتك في الايرلي اكسرسايز، الشادو رابيد ده اللي هو بيهوي الالفيلاي، الالفر فنتليشن بتبقى هباب، ده يؤدي لهايبوكسيا وهايبركابنيا مع الامراض ومع الدراجز. ده كان الديد سبيس. طيب انتقل للموضوع الثاني، وده عاوزك تركز معايا فيه بقى كويس قوي قوي. ليه ثلاث عناوين: Elastic Properties of Lungs أو Lung Compliance. Compliance يعني طواعية، يعني أقول You are a compliant student، أنت طالب مطيع. أو عنوان ثالث Pressure Volume Relationship، يعني بيتكتب في الكتب المختلفة ثلاث عناوين: Elastic Properties هي طواعية الرئة، Lung Compliance هي البريشر فوليوم ريليشن شيب. وببتدي ببدايه طفوليه يا اولاد، فبقول انا بفرض ما بحب شرح طفولي خالص، عندي بالونه وعندي صندوق خشب، حلو كده، هدخل في كليهما نفس حجم الهواء، لتر هواء 1000 سنتي هواء، وهشوف البريشر هيزيد في ايهما اكثر. ففي الصندوق الخشب لانه ما عندوش إلاستيك بروبرتيز، مش مرن، ما بيطوعنيش، ما بيتسعش، فالضغط فرضته انه زاد 10 سنتيمتر ووتر بريشر. بينما البالونة لانها إلاستيك، لانها بتطوعني كومبلاين، بتوسع، فما وسعت الضغط ما زادش قوي، زاد فقط ل 5 سنتيمتر ووتر بريشر. طيب عرفنا ازاي ان دي ما بتوسعش ودي وسعت كويس؟ حسبنا الريشيو ما بين التغير في الحجم اللي هو 1000 سنتي والتغير في الضغط. الريشيو ما بين التشينج في الفوليوم والتشينج ان بريشر. في حالة الصندوق حطيت 1000 والبريشر زاد 10، يبقى 1000 على 10 فيبقى زاد هنا فقط كام بقى اولاد؟ زاد 100 مليليتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر. ما هو الالف زادوا 10 سنتيمتر ووتر بريشر، الف على 10 تبقى 100 مليليتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر. بينما في البالونة لانها اتسعت ما زادش البريشر قوي، زاد لخمسة بس، فالف على 5 فالزيادة كانت 200 مليليتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر. فقلنا الريشيو احسن في حالة اللونج. ليه؟ لان اللنج بتوسع. فممكن شوف اقولها بطريقه سهله جدا، لانها بتوسع ممكن احط حجم كبير بتغير صغير في البريشر، حجم كبير بتغير صغير في البريشر، انها بتوسع، يبقى الريشيو تطلع ايه؟ عاليه. بينما الصندوق ما بيوسعش، تحط نفس الحجم لكن البريشر يجيك جامد اللي ما وسعش، يبقى الريشيو تطلع ايه؟ قليله. يبقى الريشيو دي بتقيس لي قابلية اتساع الشيء، هو ده الكومبلاينس. هفصل لك بطريقة رائعة واتس كومبلاينس. والطلبة يقول لي بنسمع عمرك. كومبلاينس از ريشيو، كومبلاينس از ريشيو بتوين تشينج ان فوليوم تو تشينج ان بريشر. الطلبة بيذكروني كنا بيقولوا لي احنا الكروناكسي عاوزينها، كروناكسي از التايم، كروناكسي is a time needed by double driveways. طب compliance اوعى تنساها بقى، هتسمع صوتي في الامتحان. compliance is a ratio، compliance is a ratio between change in volume to change in pressure. كل ما الريشيو ده طلع اكبر يبقى الحاجة دي قابلة للاتساع. وفهمتها لك بطريقة طفولية ليه؟ انه قلت لك اما تبقى حاجه قابله للاتساع، بص لايدي، يبقى تقدر تحط فيها حجم كبير، ادام بتوسع حجم كبير بتغير صغير في البريشر، يبقى اللي فوق كبير واللي تحت صغير فتطلع الريشيو عاليه. يبقى الكومبلاينس بتقيس قابليه اتساع الرئه. ممكن يجيب لي بقى الديفينيشن بطريقه تانية في الام اس كيو.
هو عبارة عن الفوليوم تشينج لكل يونت بريشر تشينج. يعني هنا بقدر احط 200 سنتي والبريشر يزيد سنتيمتر لتر بريشر بس، انما هنا لما اقسم 1000 على 10 اقدر احط 100 سنتي بس ويحدث نفس الزياده في البريشر اللي هي سنتيمتر لتر بريشر. يبقى الكومبلاينس في الام اس كيو الاثنين تجاوبهم صح. اتس ا ريشيو بتوين تشينج ان فوليوم تو تشينج ان بريشر، دي واحده. او it is the volume change for each unit pressure change. The volume change for each unit pressure change. كل ما كان تقدر تحط volume أكبر بنفس التغير في البريشر يبقى الحاجة دي بتوسع سهل. يبقى دي أول حاجة تعلمناها على compliance. تاني معلومة بقى، لما حضرتك بتقول it's a ratio between change in volume to change in pressure، أنهي بريشر وخدناه في المحاضرة الأولى هو اللي بيوسع الرئة؟ قلنا الرئة ممكن تتسع من جراء نزود البريشر انسايد اللي هو الالفا بريشر، أو ننقص البريشر اوتسايد اللي هو البلورال بريشر. وقلت لكم للأوائل لا، هو لازم تعمل اتنين، لازم اللي جوه يزيد على اللي بره. لما حكيت لكم قصة البالونة، واحد بينفخ بالونه يبقى بيزود بريشر جوه وانا ضغط له عليها من بره مش هتتسع. يبقى امتى البالونه الاوائل تتسع؟ مش لو اللي جوه زاد او اللي بره قل. لازم الاثنين مع بعض، لازم جوه يزيد عن بره، لان انت بتزود جوه هو انا دسلك عليها من بره مش هتتسع. يبقى الديستندنج بريشر، حتى هفسركم بطريقه جميله تاني اهو، الديستندنج بريشر هو the difference between the inside and the outside. يبقى ما يسألك مين هو دي standing pressure هتسمعها اني انا قلتها لك. the دي standing pressure هو difference in pressure between inside and outside. قالوها في كلمة واحدة، transmural اللي هو عبر الجدار، اللي في mural يعني جدار، transmural يعني عبر الجدار، اللي هو في حالة رئة هيبقى ايه؟ transpulmonary اللي هو alveolar ناقص pleura. دي المعلومة التانية. طيب المعلومة الثالثة بقى، خد بقى في كل معلومات ام اس كيو زي الرصاص، ومن اهم المواضيع برضو ده الكومبلاينس. يبقى كل ما الريشيو دي طلعت عالية معناها ايه يا اولاد؟ معناها ان الرئة قابلة للاتساع. يبقى عشان كده الكومبلاينس النقطة الثالثة is a measure of distensibility، قابلية الاتساع. بنفس المعنى في الام اس كيو صح؟ expansibility. يبقى distensibility او expansibility. خد بالك بقى اللي بعديها مهم قوي، but not elasticity. ليه؟ الكومبلاينس يا اولاد عاوزه توسع قابليه الاتساع، بينما الالاستيستي عاوزه تصغر. الكومبلاينس عكس الالاستيستي اهي، ده ريفرس، بس it's not a measure of elasticity. It's a measure of expansibility or distensibility but not elasticity. الكومبلاينس عاوزة توسع بينما الديستنسيبيليتي اسف الالاستيستي عاوزة تصغر. وفي حاجة تانية عاوزة تصغر اللي هي السبستنشن. طب انا عاوز اقول لكم حاجة لطيفة، مش كل حاجة الاستيك قابلة للاتساع، دي نقطة مهمة جدا. مش كل حاجة، يعني هديك مثال جميل خالص اهو هحطه لك دلوقتي نبص مع بعض، اللي هو الار بي سيز. ايه رايك انا برسمه اهو دلوقتي واحطها لك قصادك على الشاشه. الار بي سيز يا اولاد اهي، اللي هي بتبقى باي كونكيف، ما هياش الاستيك. حتى قلنا انها بلاستيك اند نوت الاستيك، لكن ممكن لو جبت السيرفس ده لفوق والسيرفس ده لتحت شوف وسعت قد ايه. يبقى الار بي سيز عندها كومبلاينس yet it is not elastic. يبقى مش الكومبلاينس لا علاقة لها بالإلاستيستي، ده بالعكس الكومبلاينس عاوزة توسع الإلاستيستي، وده اللي هنشوفه عاوزة تصغر. وأقول لك معلومة تانية مهمة جدا، مش الرئة بس في جسمك اللي عندها كومبلاينس. يعني موضوع الكومبلاينس ده لو جه في الدكتوراه مثلا ولا في الماجستير، كل حاجة في جسمك قابلة للاتساع لها كومبلاينس. معدتك بتوسع تحط فيه اكل قابله يبقى عندها كومبلاينس، اليورينري بلادر
بتوسع وتحط فيها بول يبقى عندها كومبلاينس. الفيسلز بتوسع وتحتوي بلاد يبقى عندها كومبلاينس. الهارت بيوسع ويشيل بلاد يبقى عنده كومبلاينس. اني ديستندبل اورجان، اي اورجان في جسمك، شوف جمله مهمه قال الاوائل اهي، قابل اتساع has got a compliance. ونقيسه كل ما يتسع لحجم اكبر، بتفهم بالعربي بتغير اقل في البريشر يبقى قابلية الاتساع عالية، بيشيل كتير والبريشر ما يزيدش قوي يبقى قابل الاتساع. عشان كده compliance is a measure of distensibility او expansibility. قلت لك بعد الميجرمنت تجيب لي النورمال ايه ستاندرد. تفتكر احنا عندنا لما بنفس في حاجتين بيوسعوا، اللانج والتشيست وول. لو خدت طلعت اللانج لوحديها والتشيست وول لوحده تلاقي قابليتهم للاتساع اكتر من هما الاثنين مع بعض، اللانج والتشيست وول. يعني احنا في الحقيقه مين اللي بيوسع؟ اللانج والتشيست وول مع بعض. انما لو عملنا تجربه مثلا على قطه، خدنا اللانج لوحدها، خرجنا اللانج من التشيست وول وشفنا قابليه اتساع الرئه لوحدها اللي خرجناها بره والتشيست وول لوحده بعد ما خرجنا منه اللانج، هتلاقي طبعا اكبر من اللانج والتشيست وول مع بعض. فانا حتى المثال اللي قلته يا اولاد اخترت الاعداد عشان يطلع النورمال ستاندرد. النورمال كومبلاينس اوف لانجز، وده الاهم، اهم من التشيست وول، هما الاثنين زي بعض، 200 ملليلتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر. يعني لو باللتر، لو جابها لك يبقى 2 من 10 لتر، ما هو 200 سم 2 من 10 لتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر. بينما انك توسع الرئه والتشيست وول مع بعض 100% اصعب من واحده لوحدهم، فبيطلع 100 ملليلتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر. حتى اقول لك حسبوها ازاي، ان اللانج 1 على 200 والتشيست وول 1 على 200. طب لما تاخد اللانج والتشيست وول يبقى 2 على 200 تبقى 1 على 100. وبحفظها لاجيال بطريقه رائعه. بقول الحاجه لوحدها بالعكس، اللانج لوحدها او التشيست وول لوحده الكومبلاينس بتاعتها، بصلي مش هتنسى 0.2، بينما اللانج والتشيست وول مع بعض 0.1. يعني الطريقه اللي ممكن هتنسوها الطالب بتقول لي احنا حفظنا انت قلتها ازاي، الاثنين واحد والواحد اثنين، يبقى الحاجه لوحدها 0.2 والاثنين مع بعض 0.1، الاثنين 0.1 والواحد 0.2، الحاجه لوحدها 0.2 اللانجز او تشيست وول لوحده، اللانج وتشيست وول مع بعض 0.1، يبقى الواحد 2 والاثنين 1. مش هتنسوها، الواحد لوحده 0.2، اللانج او تشيست وول كل واحد لوحده، انما اللانج وتشيست وول مع بعض يبقى 0.1. سهله، 0.1 لتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر. الموضوع ده مهم قوي يا اولاد، خدوا بالكم من الموضوعات المهمه في الطب. فتعالى نقول تاني النقاط الاساسيه قبل ما نبتدي الموضوع. ما هو الكومبلاينس؟ اول نقطه حطها في دماغك، احفظ معايا. كومبلاينس فيه تعريفين يا اولاد، از ريشيو، از ريشيو بتوين تشينج ان فوليوم تو تشينج ان بريشر. كل ما الحاجه كانت كومبلاينس، بص لي بالبلد اهو من غير اعداد، تقدر تشيل حجم كبير لانها بتتسع بتغير صغير في البريشر فتطلع الكومبلاينس عاليه. كومبلاينس از ريشيو، كومبلاينس از ريشيو بتوين تشينج ان فوليوم تو تشينج ان بريشر. او في تعريف ثاني جاوبه صح برضه، ات از ذا فوليوم تشينج، ذا فوليوم تشينج فور ايتش يونت بريشر تشينج. طب النقطه الثانيه، ما هو البريشر المقصود؟ من هو دي ستاندينج بريشر؟ هو الديفرنس ما بين الانسايد والاوتسايد، في كلمه واحده نسميه ترانسميورال، اللي هو في حاله الرئه اللي جوه الفلر واللي بره بلورال. يبقى الديستندنج بريشر بتاع اللانج هو ترانسميورال او ترانس بالمونري اللي هو الفلر ناقص بلورال. النقطه الثالثه مهمه جدا في الام اس كيو، ايه اهميه الكومبلاينس؟ مش بس في اللانج، قلت لك كل حاجه قابله للاتساع لها كومبلاينس، هارت، فيسلز، ستومك، يورينا بلادر، كل ده ليه كومبلاينس، ايفن الار بي سي لها كومبلاينس. الاوائل اتس ا ميجر اوف ديستنسيبيليتي صح، اكسبانسيبيليتي صح، الاستيستي غلط، غلط. الاستيستي عاوزه تصغر بينما الكومبلاينس عاوزه تكبر، فهو عكس الاستيستي والسيلف استنشن، هما الاثنين عاوزين يصغروا الرئه
هو اتس ميجر اوف ديستنسبيلتي او اكسبانسبيلتي. ده اللي هنشوفه. نقطه رابعه النورمال ستاندرد يو ويل نيفر فورجيت ات. اللنج لوحدها او تشيست وول لوحده 0.2 لكل سنتيمتر ووتر بريشر. اللنج وتشيست وول 0.1، يبقى الواحد 2 والاثنين 1. طيب تعال بقى نتفرج يا اولاد على العظمه الالهيه. هناخد تجربة جميلة excised lung، يعني هنجيب قطة ونطلع منها اللانجز برا خلاص، وندرس الكومبلاينس، يعني نغير البريشر ان ستيبس ونشوف التغير في الفوليوم. وده الجهاز يا ولاد اهو، تبقى عارف شكله. يعني ادي اللانج بتاعت القطة اهي، وبعدين ده يمثل الجار، ده يمثل التشيست وول، بنسحب هواء فده بيكريت هنا نيجاتيف بريشر زي البلورال بريشر، فالحاجه توسع، فاللنج توسع. وفي كل مره بنقيس التغير في البريشر هنا والتغير في الفوليوم. ما هو احنا ريشيو هنرسم كيرف ما بين التغير في الفوليوم، الفوليوم زاد قد ايه والبريشر اتغير قد ايه. ده الجهاز. يبقى بالظبط خدنا ده الرئه بتاعت الكات بتاعت القطه اكسايز، يعني قطعناها وطلعناها بره حطيناها في التشيست، حاجه تماثل التشيست وول وجار، وعملنا بنسحب هواء بامب، فالبريشر هنا بيكمز مور نيجاتيف. نقيس البريشر، ده التغير في البريشر، الرئه هتوسع، فنقيس التغير في الفوليوم ونرسم كيرف بيمثل بريشر تشينج على الافقي في مواجهه الفوليوم تشينج على الراسي اللي هو قصادنا ده في الاكسايز لانج. بص معايا للكيرف الاولاني، هنا التغير في الفوليوم وهنا التغير في البريشر. لاحظ ان الكيرف في الاول لما بنغير البريشر عمالين نزود في البريشر اهو، الرئه لا تتسع على الاطلاق، يبقى تلو بريشر مفيش زيادة في الفوليوم، وعليه يبقى الكومبلاينس فيري لو لانه الفوليوم تشينج صغير جدا، مفيش فوليوم تشينج، يعني المقام البريشر بس عمال يزيد واللي فوق ما بيزيدش خالص. طب ليه؟ لان يا اولاد للاذكياء فقط، انا لما اخد الرئه من القطه واطلعها بره بره التشيست وول بيحصل لها كولابس، يعني بتصغر خالص. فاول بريشر بيضيع في ايه؟ انا عمال ازود بريشر جاست تو اوبن ذا كولابسد الفيولاي. يبقى تلو بريشر، ليه بزود البريشر والالفيولاي ما بتوسعش؟ لان هذا البريشر ضاع جاست لفتح الكولابسد الفيولاي. تو اوبن ذا كولابسد الفيولاي. اتلوور بريشر. طيب في الميدل رينج بريشر، لا ده احلى حاجه بقى. كل زياده في البريشر، كل زياده في البريشر يقابلها زياده في ال فوليوم، ده الانفليشن. طب اتهاير بريشر الاقي برضو بزود بريشر والفوليوم ما بيزيدش. ليه؟ لان الرئه بقت ديستندد على الاخر زي الاستك شده للاخر، فانت عمال تزود بريشر والاستيستي بتعكسك مش قادر تزود الفوليوم. احنا قلنا الاستيستي عكس الكومبلاينس لانه مشدود على الاخر. يبقى الكيرف حلو في النص، بس في النص حلو. في الاول ضيعت البريشر تو اوبن ذا كولابس الالفيولاي، في الاخر ضيعت البريشر لان الرئه از اوريدي فولي ديستندد، ما تقدرش تشد الاسك اكتر من كده. يبقى احلى حته هي الحته اللي في الميدل رينج، كل تغير في البريشر يقابله زياده في البريشر اهي. يبقى ات لو بريشر الكومبلاينس فيري لو. ليه؟ لان بزود بريشر بقول ما بيزيدش، راح البريشر ده تو اوبن ذا كولابس الالفيولاي. احسن حاجه في الميديال رينج بريشر، كل زياده في البريشر يقابلها زياده في الفوليوم. لما يبقى ات هاي بريشر اتس اوفر ديستندد، مفيش فايده. في تامل خاص بالعبد الله، هذا الانفليشن كير بيقولوا انه شكله اللون الاسود زي الاس شيب لو سالك. تامل خاص بالعبد الله، او تعالى قبل ما اقوله اقول الديفليشن كيرف. هنعيد التجربه بقى بالعكس، يعني تطلع هواء وتشوف التغير في البريشر في الديفليشن اللي هو يعادل الاكسبيريشن. فلاحظنا حاجه لطيفه جدا،
ان الديفليشن كيرف اعلى من الانفليشن كيرف. يعني الكومبلاينس في اثناء الديفليشن اللي هو الاكسبيريشن في حياتنا احسن من في اثناء الانسبريشن. خلاص ليه؟ تعال نشوف. انا هكتبها لك، معلش هستأذن اخدها منكم ثاني واكتب لك السبب في عجالة كده. احنا قلنا ان الكومبلاينس عاوزة توسع اولاد، وكام حاجة عاوزة تضيق؟ اتنين، الرئة عاوزة تصغر بالإلاستيستي، والاهم منها ايه بقى؟ فاكرين؟ سيرفس تنشن. سيرفس تنشن. طيب في اثناء الاكسبيريشن خلاص السيرفس تنشن بيحصل له ايه؟ قلنا تركيز السيرفكتان بيزيد فالسيرفس تنشن يقل، وعليه الكومبلاينس تزيد. سيرفس تنشن يقل فالكومبلاينس تزيد. بينما في الانسبيريشن، معلش انا برسم وانا بشتغل، في الانسبيريشن هوريها لكم تاني بعد ما عملتها، بيحصل ايه؟ السيرفس تنشن بيبقى عالي فالكومبلاينس تقل بالشكل ده اهي. هوريها لك بقى دلوقتي، انا اسف ان انا كان المفروض الورق بيبقى مش جاهز، بجهزه في ساعات في حتت كده اهي. بص معايا هنا، احنا قلنا الكومبلاينس عاوزه توسع، طب مين عاوز يضيق؟ حاجتين، الاستيستي واهم منها السيرفس تنشن. الاستيستي كانت 1 ثيرد والسيرفس تنشن 2 ثيرد. فاكر في اثناء الاكسبيريشن كان تركيز السيرفكتان بيزيد، لما بتصغر الالفيولاي تركيز السيرفكتان فيها بيزيد، فده بيقلل السيرفس تنشن وعليه الكومبلاينس تزيد. يبقى السيرفس تنشن بيقول نازل يقل في الاكسبيريشن فالكومبلاينس تزيد. العكس في الانسبيريشن، الرئه بتوسع فتركيز السيرفكتان بيقل فالسيرفس تنشن يزيد وعليه الكومبلاينس تقل. وده اللي باين في الكيرف، ان الكيرف بتاع الديفليشن اعلى من الكيرف بتاع الانفليشن. وهيسالك ليه؟ ليه الكومبلاينس احسن في الديفليشن اللي هي تمثل الاكسبيريشن عنها في الانفليشن اللي هي تمثل الانسبيريشن؟ اديك عرفت الاجابه. لان يا اولاد في اثناء تاني الرئه الكومبلاينس عاوز يوسع الرئه، في حاجتين عاوزين يصغروا الرئه، الاستيستي والاهم منها السيرف تنشن. فلو انت الحاجات دي نقصتها الكومبلاينس تزيد. الاستيستي والسيرف تنشن عاوزين يصغروا، الكومبلاينس عاوز تزود. طيب في اثناء الاكسبيريشن لما الالفيولاي بتصغر تركيز السيرفكتان جواها هيحصل له ايه؟ فكر، لما حاجه تصغر تركيز السيرفكتان يزيد، والسيرفكتان ده بيعمل ايه؟ بينقص السيرفس تنشن. ففي الاكسبيريشن السيرفس تنشن بينقص بسبب زياده تركيز السيرفكتان. يعني السيرفس تنشن قل يبقى الكومبلاينس تزيد، عشان كده الكيرف بتاع الديفليشن اعلى. بينما في الانسبيريشن لما الرئه بتوسع تركيز السيرفكتان يقل لانها وسعت، يبقى السيرفس تنشن يزيد وعليه الكومبلاينس تقل. فعشان كده الكيرف بتاع الانفليشن اوطى. تمام؟ فقال لك يلاحظ في الكيرف ده ملحوظتين. انه اول ملحوظه البريشر فوليوم كيرف از نوت لينير، بينما هو اس شيبت. يعني اول حته اتلور بريشر بيبقى قلنا كل الضغط ضعف ريزيستنت الرئه، وبعدين احسن حته في الميدل رينج، وبعدين يرجع تاني بقى اوفر ديستندد. يبقى اول حاجه تلاحظ ان هو اس شيب. تاني ملحوظه ان الكيرف بتاع الديفليشن احلى من الكيرف بتاع الانفليشن، اعلى. خلاص؟ حتى يقول لك الشكل العام بقى بتاع الكيرف، لو خدت الانفليشن ديفليشن، انا لقيت اللي حتى الراجل الاوثر اختار تعبير غريب قوي عليا. قال شكله الشكل ده هيستريسز. عارف يعني ايه هيستريسز؟ يعني شكله زي رحم الانثى، الرحم اليوترس بتاع الانثى، تجويف رحم الانثى، فشكله زي الهستريس. انا مش عارف الراجل ده كان واخد ايه ساعتها. يعني انا ممكن اقول ان شكل الكيرف ده
سبندل شيب زي المغزل. حلوه كل الناس فاهمه المغزل، شكله زي الليفلت ورقه شجره حلوه. انما اشبه لطلبه عمرهم ما شافوا رحم وتجويف تجويف الرحم واقول لهم شكله هيستريثيز، بس ده اللي بيجي في الام اس كيو. يبقى لو خدت كل كيرف لوحده، الانفليشن لوحده او الديفليشن لوحده، شكله هم متخيلينه اس شيب. طب الكيرفين مع بعض، التجويف ده شكله زي الهيستريسيس. طيب احنا لما هنا ده هيستريسيس كيرف بالشكل ده، دي تاني ملحوظه. طب انا عاوز اكد لك اهميه سيرف تنشن ده. سؤال مهم جدا في الام اس كيو، لو جبت الرئه بتاعت الكات دي بره ومالتها سالاين، سالاين فيلد، يبقى مفيش مواجهه ما بين الهواء والفلويد، يبقى مفيش خالص سيرف تنشن. يعني انت لغيت السيرف تنشن تماما، يبقى الكومبلاينس يزيد جدا، لان الكومبلاينس عكس الاستيسي سيرف تنشن. لما انت تملى الرئه بسالاين مفيش اير ووتر انترفيس، هي كلها ميه، مفيش مواجهه بين الهواء والميه، فيبقى مفيش سيرف تنشن. يبقى انت لغيت قوه اساسيه ضالعه بتعاكس الكومبلاينس، فالكومبلاينس يعلى جدا. فده بيفسر ليه السلاين فيلد لانج بيبقى الكومبلاينس بتاعها اعلى، الكيرف بتاعها اعلى. كل دي اسئله ام اس كيو يا اولاد. يبقى تاني عاوز ارجع الحته، اراجع الحته دي. هناخد اكسايز لانج، فهمت يعني ايه اكسايز لانج؟ هناخد هنقطع اللانج بتاعت القطه ونحطها بره الجسم اهي. خلاص؟ ادي اللانج، والجار بيمثل تشيست وول، وبامب بيسحب هواء، فالبريشر حوالين الرئه هيبقى نيجاتيف زي بالظبط الانتر برو بريشر، وتقيس التيار في البريشر او السهم الصغير بتاع البريشر، فيدخل هواء تقيس التيار في الفوليوم، يبقى عندك تغير في البريشر وما يقابله من تغير في الفوليوم، وترسم كيرف اهو الكيرف. في عندك انفليشن وفي عندك ديفليشن كيرف وفي سلاين فيلد. فقلنا مرينا بثلاث مراحل، اتلو بريشر البريشر بيضيع جاست تو اوبن الكولابس الالفيولاي، ما حصلش اي زياده في الفوليوم، احسن حته الميدل رينج. كل زياده في البريشر يقابلها زياده في الفوليوم. اسوأ حته ات هاي بريشر، ليه؟ لان الرئه بقت اوفر ديستاند، الاساتيك مشدوده على الاخر، مش ممكن الفوليوم يزيد. التامل خاص اللي هو بالعبد الله واحبه اقوله لكم. يبقى فين الحته الحلوه في الكيرف؟ الحته اللي في النص اللي هي الميدل رينج، خير الامور اوسطه. اللو بريشر وحش والهاي بريشر وحش. الم تلاحظ تامل خاص بالعبد الله ان انا لو رسمت الكيرف في نورمال هيومن بينج، واحد طبيعي، اللانج موجوده جوه تشيست وول، جاوب معايا، هل في النورمال كونديشن الالفيولاي بتبقى كولابسد؟ لا، هي بتبقى كولابسد بس لو خرجت الرئه بره التشيست وول. يبقى الحته الوحشه دي مش موجوده عندنا، لان احنا عندنا مش هنضطر نعمل بريشر تو اوبن ذا كولابسد الالفيولاي، لانه مفيش عندنا كولابسد الالفيولاي. طب وبسبب التشيست وول بيمنع الرئه انها توسع جدا، لدرجه انك انت من كتر ما هي مشدوده البريشر بيزيد والفوليوم ما يزيدش، يبقى الحته دي مش موجوده. يعني ربنا في الانسان موجود الحته الجميله بس اللي هي في النص الميدل رينج. ليه؟ لان في النورمال هيومن بينجز الالفيولاي ار نوت كولابسد، وفي النورمال هيومن بينجز عمر الالفيولاي ما هتبقى اوفر ديستندد بسبب ان في حواليها تشيست وول بيمنع الاوفر ديستنشن، بحيث يبقى البريشر يزيد والرئه بسبب انها اوفر ديستندد مش قادره توسع. وده وعد إله، مش ربنا قال ان هو هيجازي كل من احسن عملا؟ يعني ادام تعمل عمل كويس لازم ربنا يجازيك. تصور حتى في النفس، مفيش مره هتحرك التشيست وول وتعمل بريشر تشينج تخلي الانتر فلورال بريشر مور نيجاتيف من غير ما ربنا يجازيك يزود لك الفوليوم. يعني كل مجهود هتعمله بانك تخلي الانتر فلورال بريشر مور نيجاتيف هيقابله زياده في الفوليوم.
كل ما تعمل عمل حتى في النفس يا ربي هأبازيك حتى عن التنفس، هشلك في الانسان الحتت الوحشه. مش ده دول يا اولاد انه وراء الخلق خالق؟ ده الكيرف في حاله غير طبيعيه، اكسايز لانج، رئه خدناها بره تشيست وول وعملنا تجربه، لكن رئه جوه تشيست وول الالفيولاي مش كنا لابسين يبقى الحته دي اتشالت، وبسبب تشيست وول عمرها ما هتبقى اوفر ديستندد فالحته دي اتشالت، يبقى انت واخد الحته الحلوه اللي في النص بس. ده التامل. ثم تو نوتس مهمين جدا يا اولاد في الام اس كيو. الكيرف احسن في حاله الديفليشن ولا الانفليشن؟ انت فهمت الديفليشن اعلى وشرحت لك ليه. الكومبلاينس عاوزه توسع عكس الالاستيسيتي والسيرفس تنشن، يبقى اللي يقلل السيرفس تنشن يزود الكومبلاينس، واللي يزود السيرفس تنشن اهي ينقص كومبلاينس. في الاكسبيريشن سهله خالص، الرئه بتصغر، السمول الفيولاي بتصغر، فتركيز السيرفكتانت يزيد فالسيرفس تنشن يقل فالكومبلاينس تزيد. عشان كده الكيرف بالازرق بتاع الانفليشن اعلى، بينما بالعكس لما الرئه توسع اللي جواها تركيزه بيقل فالسيرفس تنشن في الانسبيريشن يزيد وبالتالي الكومبلاينس تقل. وعشان ده سؤال مهم جدا، عشان كده الكيرف بتاع الديفليشن احسن من الانفليشن. وعشان كده لما بيجوا يقيسوا الكومبلاينس بيقيسوه ان هم يشوفوا السلوب درجه انحدار الديفليشن كيرف. ما احنا قلنا لو ما فيش سلوب خالص زي هنا وهنا يبقى ما فيش كومبلاينس، ما بتوسعش، البريشر بيزيد والفوليوم ما بيزيدش، يبقى نو سلوب نو كومبلاينس. السلوب الانحدار هو اللي بيقيس الكومبلاينس. السلوب احسن في حاله مين؟ الديفليشن. طب سؤال تاني هيسالك في الشفت وفي الام اس كيو، في السلاين فيلد لانج، لو لانج مليتها بسلاين الكيرف يطلع احسن ولا اوحش؟ اوعى تعبط، احسن، لان لما تملاها سلاين مفيش مواجهه بين الهواء والميه، there is no water air interface، وعليه مفيش سيرفس تنشن، يبقى في قوه من اللي بتعاكس الكومبلاينس اتلغت خالص، يبقى الكومبلاينس يبقى احسن كتير، يبقى الكيرف يبقى اعلى. شكل الكيرفات في الام اس كيو تبقى عارفها، كل كيرف على حده معلش بالتقريب حرف اس، او بالتقريب يعني شوفوا اس، انا مش شايفه اس او بس اعتبره اس، اس شيب. طب الاثنين مع بعض هيستريسيس. طيب ننتقل يا اولاد للحته اللي بعدها. في عندي ستاتيك كيرف وديناميك كيرف، خد بالك دي من الحتت المهمه للكومبلاينس، عايزين نعرفها مع بعض كويس. في ستاتيك كيرف وفي ديناميك كيرف. ستاتيك لانج كومبلاينس كيرف، هنا يعني ايه ستاتيك لانج كومبلاينس كيرف؟ هنا ده بقى هنعمله في شخص طبيعي اللي هو حضرتك والعبد الله. هنا هنعمل الانفليشن اند ديفليشن ان فيري سمول ستيبس، في خطوات قليله. يعني هنيجي عشان تعرف ازاي بعمل التجربه بالظبط. انا عاوز اقيس حاجتين، الفوليوم والبريشر. الفوليوم بنقيسه بازاي؟ بالسبيروميتر، يعني هاخد الهواء من السبيروميتر فاقدر احسب خد 100 200 300 400، يبقى باخد الفوليوم ان ستيبس. وفي كل مره بقيس البريشر اللي هو مين هو الديستندنج بريشر؟ احنا قلنا الفر ناقص بلورال. طب الالفر صفر يبقى هو البلورال. خلاص؟ طيب بس نقفل ده شويه لانه هيعكس. يبقى فهمت التجربه هنعملها ازاي؟ ازاي بتقيس الفوليوم تشينج وانت متصل بسبايروميتر، خدت 100 خدت 200 خدت 300 اهو، طلعت 100 طلعت 200 وهكذا، وتقيس ازاي البريشر؟ ترانسميرور اللي هو الفر ناقص بلورال. طب الالفر متصل بأتموسفير يعني صفر، يبقى هو البلورال بالانترازوفيجيال بالون، سهله جدا. في الاستاتيك كيرف بتاخد النفس ان ستيبس 100 سنتي وتريلاكس، تدي فرصه لللونج انها تبقى ستيبل، وبعدين 200 وريلاكس قبل ما اقيس، 300 وريلاكس،
يبقى في الستاتيك كيرف بنعمل ايه؟ الانفليشن والديفليشن بيحدث in very small steps. طيب يبقى هنا الفلو بيوفركم ايه بقى؟ التغير في الحجم بيوفركم الحاجتين اللي قلناهم، الاستيستي وسيرف ستنشن. بس الاستيستي وسيرف ستنشن، وعشان ما تنساش يا اولاد كل حاجه عملها لكم طريقه تحفظ. يبقى الاستاتيك كيرف انت بتقف ما بين كل فوليوم والتاني، ستاتيك بتقف، عشان كده قلنا ان ستيبس الاس مع الاس. في الاستاتيك لانج كومبلاينس كيرف بتبقى فيري سمول ستيبس، وفي كل مره بتريلاكس عشان تدي فرصه اللانج انها تستابيلايز. ففي الحاله دي انت بتوفركم حاجتين في اللانج، اللانج بالاستيسيو سيرف ستنش عايزه تصغر، والكومبلاينس عاوز يكبر. طيب بينما في الدايناميك كيرف بقى، دايناميك يا علاء ما بتقفش، حاجه دايناميك، يبقى بتعمل الاتي: انفليشن والديفليشن with one continuous non-interrupted. يبقى continuous non-interrupted continuous اهي يعني انت بتقيس وانت مفيش ستيبس اهي، يبقى بعمل كده one نفس واحد بس continuous وغير مش هتقطع. شوف دايناميك، مش باخد نفس واقف كده تبقى ستاتيك، لما اعملها ان ستيبس تبقى ستاتيك، لما اعملها في مره واحده تبقى دايناميك. ايه الفرق بقى؟ ان في الكونتينوس اصعب. ليه؟ لان انت مش بس بتوفركم الالاستيستي والسيرف ستنشن ده، انت لان الموضوع كونتينوس، تعرف لما بتوسع رئه الموضوع ما خلص، الهواء عشان يدخل لازم يوفركم الاير واي ريزيستنس، يبقى بقى فيه بالاضافه لان اللنج عاوزه تصغر بسبب الالاستيستي والسيرف ستنشن، في صعوبه ثالثه في دخول الهواء، في صعوبه ثالثه في تغير الفوليوم اللي هو الفريكشنال ريزيستنس بتاع الهواء في الـ في الـ في الاير ويز. يبقى عشان كده الكيرف يطلع اوحش الدايناميك شويه. ولسه في حاجه ثاني، في ان انت لما بتهدى كده بتقف ان ستيبس، بتدي فرصه للتيشو ريزيستنس انها اللنج ستابيلايز. انما انت لما بتاخدها في مره واحده يبقى انت بتعاكس التيشو ريزيستنس، يعني هنا بالاضافه للالاستيستي بتاعت اللانج والسيرف سنشن انت بتعاكس الريزيستنس بتاعت الاير ويز والريزيستنس بتاعت التيشو. فعشان كده الدايناميك كيرف يبقى اصعب شويه. اهو بص معايا، يبقى في الدايناميك كيرف والفلو اوفر كامز مش بس الالاستيستي والسيرف سنشن زي فوق اهو، هنا بيوفركم كمان اثنين ريزيستنس، فريكشنال ريزيستنس وتيشو ريزيستنس. لان في الاولانيه انت حضرتك ما بتقيس غير بتاخد ستيب وتستنى خلاص. اير واي ريزيستنت ايه؟ ما الهواء داخل، الريزيستنت حصل لما بتقيس باثناء دخول الهواء. فالريزيستنت مش ضله، مش ضالعه في القصه، اننا خدت 100 وقعدت وبعدين بدات اقيس التشينج في الفوليوم والتشينج في البريشر، يبقى لغيت الاير واي ريزيستنس والتيشو ريزيستنس. انما لما بتاخدها في نفس واحد كونتينوس اول ذا تايم في ريزيستنس بتاع دخول الهواء، حاجه دايناميك، ده ريزيستنس بيعوق اتساع الرئه بالسرعه الواجبه والتيشو ريزيستنس. يبقى الاستاتيك بتجابه حاجتين بس اللي هم عاوزين يصغروا رئه، الكومبلاينس عاوزه تتوسع، في حاجتين علمتها لك 1000 مره عاوزه تصغر، الالاستيستي والسيرف ستنشن. انما في الدايناميك اربعه: الالاستيستي والسيرف ستنشن والاير واي ريزيستنس والتيشو ريزيستنس. طيب بتاخد هنا يا اولاد السلوب بتاع الديفليشن كيرف خلاص، او ممكن ناخد اللاين اللي في النص از ميجر اوف كومبلاينس. كل ما كان السلوب اعلى يبقى ده معناها ان تغير جامد، يعني تخيل السلوب هحطها كده، يبقى التغير اكبر في الفوليوم بتغير اصغر في البريشر. كل ما الكيرف ينام كده يبقى التغير في الفوليوم صغير والبريشر كبير كده. The more the slope the more the compliance، the more the slope the more the compliance. تبقى عارف الكيرفين دول يا ولاد. طيب نيجي ده واحد مواضيع الصعبه الكومبلاينس ده، بس اتمنى وهراجع لك النقط الاساسيه في الاخر. خلاص قربنا نخلص. ايه بقى الحاجات
اللي تأثر فيه. انا بحب اشرح شرح حسابي عشان كده الطلبة يعني بتفهم اكثر. الستاتيك كومبلاينس، في الستاتيك كومبلاينس حضرتك بتأوفر كام حاجتين قلنا في الستاتيك كومبلاينس، عاوز يتوسع وايه اللي عاوز يصغر، الاستيستي والسيلف ستنشن، دول عاوزين يصغروا. يبقى ايه اللي تتوقعه انه ممكن يزود الكومبلاينس؟ يبقى الكومبلاينس هتزيد خلاص لو السيرف ستنشن قل او الالاستيستي قلت اهو. طب امتى السيرف ستنشن بيقل؟ دول قلناهم كانوا سؤالين في الام اس كيو مهمين جدا. ليه الكومبلاينس بتاع الاكسبيريشن بتاع الديفليشن اعلى، الكيرف بتاع الديفليشن اعلى واحسن من الكيرف بتاع الانفليشن؟ قلناها في الاكسبيريشن الديفليشن كيرف بيبقى اعلى لانه السيرف ستنشن بيبقى اقل، لان لما الرئه بتصغر، لما الالفيولاي بتصغر افتح ودنك تركيز السيرفكتنت بيزيد افتح ودنك، وعليه لما السيرفكتنت تزيد يبقى ده يقلل السيرف ستنشن اللي هو عاوز يصغر الرئه فالرئه توسع اسهل. تاني سؤال في السيرف ستنشن، طب ليه الكيرف بتاع السلاين فيلد لانج احسن؟ لنفس السبب، لما تملى الرئه سلاين يبقى ما فيش ووتر اير انترفيس، يبقى ما فيش خالص سيرف ستنشن، يبقى الكومبلاينس تبقى عاليه جدا. خد بقى الاثنين اللي تمام اللي يجوا في الام اس كيو باللون الاصفر اهو. في الاولد ايج الواحد لما بيهن بيكبر في العمر خلاص، يبقى مجهوده قل، عضلاته وهنت ضعفت، وستيل عاوز يوسع رئه وتنفس. شوف العظمه الالهيه. في الاولد ايج الالاستيستي بتقل ديفنتلي، لان كنتيجه لاستخدام الرئه لسنوات طويله الالاستيستي قلت، فلما الالاستيستي تقل الكومبلاينس تزيد. ده من اهم الاسئله بقولها بطريقه لطيفه اهو عشان ما تنساش ابدا. من الحياه يا اولاد شويه خيال. فاكر سعيد صالح رحمه الله لما كان بيقول لك شراب استك منه فيه؟ شويه خيال. اول ما تشتري الشراب جديد حضرتك عاوز تدخل رجلك، فتعمل ايه؟ توسع الشراب مش كده؟ شوف لكم الشراب مفيش مشاكل. يلا عشان ما تنسوهاش، ما كنتش ناوي اعملها كده. الموضوع صعب شويه، صعب. نجيب واحد اقدم شويه. طيب مفيش مشكله. طيب هنمسك شراب اهو كده يا ولاد، صح؟ لما يبقى الاستيك بتاعه جديد فحضرتك عاوز تدخل رجلك، فتعمل ايه؟ انت بتوسع عشان تحط رجلك، يبقى انت بتعاكس مين؟ بتعاكس الالاستيستي، الالاستيستي عاوز تصغر وحضرتك عاوز توسع عشان تدخل رجلك. بتكرار استخدام الشراب الاستيك ده يحصل له ايه؟ هيبوظ، الالاستيستي هيبوظ، ثور بقت ميزه. لما الالاستيستي يبوظ يبقى ايه رايك؟ انك توسع الشراب اسهل ولا اصعب؟ ديفنتلي اسهل. اظن مش هتنسى المثال ده، شراب استك منه فيه على راي سعيد صالح. يبقى لما انت في الاول الاستك قوي الاستيستي عاوز تصغر وانت بتوسع الشراب عشان تحط رجلك بتلقى مقاومه اكتر، الاستيستي بتقلل الكومبلاينس. لما الالاستيستي بوز باي اولد ايج العضلات وهنك مش قادره تعمل تاخد نفس، فربنا ساعد الانسان في الاولد ايج. بتكرار استخدام اللانج اللي هي الاساتيك الاستيك ترهل، الشراب القديم فيه ميزه بقى سهل قوي تفتحه وتحط رجلك، يبقى بوظان الالاستيستي زود الكومبلاينس. ثانك جاد، شكرا لربنا سبحان الله، ثانك جاد، لانه بالاولد ايج الالاستيستي باظت فالكومبلاينس زاد. واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو يا اولاد. طيب التاني منه، هل في مرض يزود؟ اه الواحد معتاد الامراض تقلل، مرض الانفيزيما خلاص. في الانفيزيما اللي هي مرض اتساع الرئه بسبب ايه؟
فقدان الالاستيستي في الناس الكرونيك هيفي سيجارت سموكر اللي بيشربوا سجاير الكميات كبيره بيبوظوا الالاستيستي بتاع الرئه. لما يقل الالاستيستي هنا الكومبلاينس تزيد في الانفيزيم. تصور يبقى نقص الالاستيستي مرض اهو. يبقى اوعى تخلص امسكوها دي بقى لكم السؤال المره الجايه. في الانفيزيما الكومبلاينس بتزيد كنتيجه لنقص ايه؟ الالاستيستي. لكن في نقطه مهمه يا اولاد، لان ده معرض بقى، ليس هذا معناه ان الورك اوف بريذنج قل، مجهود النفس قل. ليه بقى؟ لان خدها من الاول، هو الانفيزيما مين اللي باظ الالاستيستي؟ ان الهواء بيخرج ما بيخرجش بسهوله، ده كرونيك اوبستراكتيف بالموناري ديزيز سي او بي دي يسموه كرونيك اوبستراكتيف. كرونيك اوبستراكتيف فالهواء بيدخل ما بيعرفش يخرج، فالاساتيك اتشدت باظ الالاستيستي. يبقى باظان الالاستيستي هيزود الكومبلاينس، لكن من الاول المرض فيه ايه؟ كرونيك اوبستراكشن. طب ما الكرونيك اوبستراكشن ده هيزود الورك اوف بريذنج، هيزود الورك اوف بريذنج لسبب تاني، ان الرئه بتوسع بسهوله بس دخول الهواء صعب، الاير ريزيستنس صعب، لان المرض كرونيك اوبستراكتيف. فهنا في الاولد ايج انت مالكش ذنب فيه، فربنا اداك الميزه من غير العيب. في الانفيزيما الرئه بتوسع اكتر، كومبلاينس اكتر، ريسيست، بس ده مش معناه ان الورك اوف بريدنج بتاعك اقل. انك شربت سجاير اشرب بقى سجاير عشان تزود الكومبلاينس، بس لما شربت هو اللي باظ الاستيستي انك عندك كرونيك اوبستراكشن. طيب تعال نشوف بقى امال ايه اللي بينقص الاستاتيك كومبلاينس. هنا زياده السيرف تنشن، ما السيرف تنشن بيعاكس كومبلاينس زي في حالات ايه؟ خد الليسته اللي فيها سبع امراض اللي اهمهم الريسبيراتوري ديستريس سندروم. مفيش سيرفاكت، انما ممكن السبع امراض يقللوا الكومبلاينس اللي كانوا بيزودوا السيرف تنشن. او نيجي ناخد بقى ان الستاتيك كومبلاينس هنا بناخد ريستريكتيف لانج ديزيزز بيبوظوا هنا بالالاستيستي، بتبقى مش قادر يعني تشد الرئه توسعها ابدا بسبب واحد عنده فايبروزس في الرئه او عنده بالمونري كونجشن. فايبروزس او بالمونري كونجشن او تشيست ديزيزز كومبلاينس بتقل، زي في واحد عنده اوبيستي التشيست وول ما بيوسعش بسهوله، او الجوينتس ارثرايتس التهاب في الجوينتس بتاعت الريبز والحاجات دي، او كايفوسكليوزيس يعني تحدب، الناس اللي عندها تحدب اعرف الاحدب، كل ده بينقص الكومبلاينس. يبقى الاستاتيك كومبلاينس طبعا السؤال بيجي اللي هو غير متوقع، امتى الكومبلاينس يزيد؟ اصل دول غير متوقعين. تصور لان اللي مش مذاكر مش هيعرفه، بتزيد مع الاولد ايج بسبب ان الشراب القديم ما فيهوش الاستيستي فسهل توسعه وتدخل رجلك، والانفيزيما اللي هو مرض اتساع الرئه، حتى انفيزيما عن اتساع الرئه بسبب فقدان الاستيستي، وان كان هنا الورك بريدنج بيزيد لان سبب اتساع الرئه من الاول كان الكرونيك اوبستراكشن. طب ايه اللي بينقص الكومبلاينس ان السيرف تنشن يزيد؟ ده اللي بيجي كتير قوي اللي هو ريسبيراتوري ستريس سندروم وبقيه الليسته اللي فيها السبعه. وبعدين يا لانج ديزيز يا تشيست ديزيز. لانج ديزيز اللانج غير قابله للاتساع، اللانج حصل فيها فايبروز زي في السل تبركلوز، او بالمونري كونجشن احتقان الرئه، كونجشن احتقان بالدم، او تشيست ديزيز يا اما في الماسلز او في البونز. خلاص كايفوزيس ارثرايتس اوبيستي. طب في الدايناميك كومبلاينس ايه اللي قللها بقى؟ احنا قلنا في الدايناميك دخل علينا عامل تاني اللي هو ريزيستنس، ده بيقلل الدايناميك كومبلاينس. وخد بالك احنا في الحياه الدايناميك كومبلاينس ما بتاخدش النفس ان ستيبس، ريزيستنس بتزيد، الاير واي ريزيستنس زي في حاله اكيوت زي البرونكال اثما او الرابيد بريذنج، لما تنفس بسرعه الاحتكاك الهواء هو داخل بيزيد، يبقى ريزيستنس زادت زي في البرونكال اثما او الرابيد بريذنج. طيب يبقى ده يا اولاد الموضوع الكومبلاينس. فاضل لي دقائق واقفل، فاقوله في عجاله تاني عشان نشوف القصه. تعالى نجمعه تاني في عجاله كده.
الكومبلاينس علمنا في الاول النقاط الاربع نقاط الاساسيه قبل ما نبتدي الكومبلاينس. ان الكومبلاينس كومبلاينس is a ratio between change in volume to change in pressure. اوعى تنساها. كومبلاينس is a ratio between change in volume to change in pressure. او هي عباره عن اليونت الفوليوم تشينج فور ايتش يونت بريشر تشينج. تمام؟ دي حاجه. طيب النقطه الثانيه وات بريشر، انت بتعني انهي بريشر اللي بتتكلم عليه؟ انا بتكلم على ترانسميورال بريشر. من هو الدي ستاندينج بريشر؟ الديفرنسز بتوين الانسايد والاوتسايد اللي هو يسموه ترانسميورال، اللي هو في حاله الفر ناقص بلورال. النقطه الثالثه مهمه جدا في الام اس كيو، كومبلاينس از ا ميجر اوف ديستنسيبيليتي، صح، قابليه الاتساع. اكسبانسيبيليتي، صح، قابليه الاتساع، بات نوت الاستيسيتي. الاستيسيتي عاوزه تصغر، الكومبلاينس عاوز يكبر. مين اللي عاوز يصغر بقى نجمعهم؟ الاستيسيتي سيلف تنشن، كومبلاينس عكسهم. عشان كده لما بيبوظ الاستيسيتي ويقل السيلف تنشن الكومبلاينس بتزيد. النقطه الرابعه النورمال ستاندرد، اللنج لوحدها والتشيست وول لوحده حاجه لوحدها 0.2 200 مللتر، يعني 0.2 لتر لكل سنتيمتر ووتر بريشر. الاثنين مع بعض الاثنين 0.1 100 مللتر اللي هي 0.1 لتر سنتيمتر ووتر بريشر. دي الاربع نقاط الاساسيه، وده تبقى عارفها كويس قوي. طيب نيجي بعد كده قلنا هناخد الاكسايز لانك، فتابعنا فيها الاتي. قلنا عملناها ازاي، القطه اللي خدنا الرئه بره، لاحظنا الكيرف اتلو بريشر وحش، ليه؟ بزود البريشر الرئه ما بتتسعش. طب راح فين البريشر ده؟ بيوبن الكولابس الالفيولاي. اتا هاي بريشر وحش، بزود بريشر الرئه ما بتتسعش، ليه؟ لان الرئه از اوريدي اوفر ديستندد. يبقى الحته الحلوه فين؟ الميدل رينج. اي زياده في البريشر بيجازيك عليها ربنا زياده في الفوليوم. طب انت جوه التشست وول الرئه بيطبق عليها مين؟ ربنا شلنا الحاجات الوحشه، لان الالفيولاي مش كولابسد، وبسبب التشست وول عمرها ما تبقى اوفر ديستندد. شوف العظمه. طيب يلاحظ ما يلاحظ حاجتين هنا، ان البريشر فوليوم نوت لينير، شكله اس شيبت، سواء الانفليشن او ديفليشن، الاثنين مع بعض شكلهم هيستريسيس. طيب دي اول ملحوظه. تاني ملحوظه ان الديفليشن كيرف اعلى من الانفليشن، ليه؟ لان السيرف تنشن دورينج اكسبيريشن اقل، اللي هو عاوز يصغر، فالكومبلاينس تبقى اعلى، وعشان كده الاحسن منه السلايم فيلد لانك. تمام؟ ده النقطه الثانيه. طب في كام كيرف للكومبلاينس؟ كومبلاينس عندي كيرفين، في ستاتيك كومبلاينس كيرف، ده مش واقعي قوي، لان احنا ما بناخدش نفس ان ستيبس، ان عشان كده الاستاتيك لانج كومبلاينس كيرف الانفليشن والديفليشن بناخدهم ان فيري سمول ستيبس. الاستاتيك بناخد النفس ان ستيبس، الاس مع الاس، وبتستنى لما اللانج ستابيلايز، وبعدين تقيس الطاير في الحد والطاير في البريشر. ايه الميزه هنا؟ انك انت بتوفركم حاجتين بس، اللانج عاوزه تصغر الاسيسيو سيرف تنشن، والكومبلاينس عاوز يكبرها، لكن لغيت الريزيستنس، خلاص انت سبت لما تستابيلايز. بينما في الدايناميك كيرف لما بتاخد وان كونتينوس نوت انتربتد انفليشن ريفليشن، يبقى الهواء داخل وانت شغال، الهواء ده فيه فريكشنال ريزيستنس للاير، وفي تيشو ريزيستنس، يبقى اكتر. عشان كده الدايناميك بيبقى فيه مقاومه اكتر عن الاستاتيك. دي النقطة اللي بعد كده يا ولاد. طيب نيجي قلنا بقى ايه الحاجات اللي بتزود وايه الحاجات اللي بتنقص، وقلت لكم بطريقة لا تنسى وسهلة جدا جدا جدا. تعالى بس نشوف الورقة راحت فين، اهي اخر ورقة اهي. الكومبلاينس عاوزة توسع، بينما الاستيستي سيلف تنشن عاوزين يقللوا. يبقى في الاستاتيك كومبلاينس امتى تزيد؟ لو قل السيرف تنشن، وهذا يحدث في اثناء الاكسبيريشن، عشان كده الديفليشن كيرف اعلى.
ولو ما فيش خالص سيرفس تنشن اللي هي السلاين فيلد لاين او اللي بيجي في الامتحان بقى انا حافظ الاسئله وورد وايد نقص الاستيستي. وجبت لك مثال الشراب لما الاستيستي تقل بتعرف توسعه وتدخل رجلك وريت عيلك عشان حتى تبقى فاني وما تنساش مع حيات اللي هو الاولد ايج والانفيزيما. شوف العظمه لما تهل العضلات ونكبر ربنا بوظ الاستيستي فخلى النفس يبقى سهل. المعاكسه قال انها في الانفيزيما الاستيستي قلت في الام اس كيو كومبلاين زاد بس مجهود زاد لسبب تاني لان ده كرونيك اوبستراكتيف كرونيك في اوبستراكشن. اما الاستاتيك كومبلاينس امتى تقل؟ لو سيرف تنشن زاد السبع حاجات اللي كانوا بيزودوه اهمهم ريسبيراتوري ستريس سندروم او في ريستريكتيف لانج ديزيزز اللي هما بالمونري كونجيشن احتقان الرئه وفايبروزس. الرئه توسع ازاي وهي فايبروز تحولت لنسيج ضام مش صعب جدا توسع. او في مرض في التشيست وول زي الاوبيستي بيبقى مش عارف ياخد نفسه شخص تخين خلاص. والارثرايتس التهاب الجوينتس والكايفوسكليوز. طب بينما اللانج كومبلاينس قلنا اتضاف عليها حاجتين الريزيستنس اهمهم الفريكشن ريزيستنس الاير ريزيستنس والتيشو ريزيستنس. افتكرها اير ريزيستنس ودي الاهم اير ريزيستنس ودي الاهم وتيشو ريزيستنس. ايه اللي بيزود الاير ريزيستنس؟ ان البرونكاي تبقى ضيق زي البرونكال اثما او انك تتنفس بسرعه يبقى في فريكشن جامد rapid breathing ده بيقلل اللانج كومبلاينس. ده يا اولاد موضوع الكومبلاينس وهم موضوعات صعبه. يبقى خدنا النهارده الديد سبيس والكومبلاينس واشكركم على حسن انصاتكم ويعني اتمنى اكون افدتكم ونلتقي بالتبادل السيركوليشن مع الريسبيريشن. ثانك يو فور جود ليسننج واسعد الله اوقاتكم و نلقاكم قريبا بإذن الله. شكراً.